مشاهدينا متابعينا الكرام، مساء الفل على حضراتكم واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من الاهلي الليله. اكيد كلنا متابعين منتخب مصر واكيد عندنا ردود افعال الايجابيه منها والسلبيه، ومتابعين كل حالات افراد منتخب مصر، وكمان مشكله عمرو ورده اللي طرحت على الساحه مؤخرا. كمان اكيد احنا كاهلاويه بنهتم بالنادي الاهلي وعامل ايه في تدريباته وعامل ايه في المعسكر ان شاء الله اللي هيكون من اول الشهر الجاي. هقول لكم على كل الاخبار وكل التفاصيل ان شاء الله. يكون معاكم النهارده بعد هذه المقدمه يكون معانا الكابتن ابو المجد مصطفى ضيف معايا في الفقره الاولى. الفقره الثانيه يكون مع الزميل محمد سعيد، هيكون معاه كابتن محمود سليم محلل الاداء في الاهلي سابقا. الفقره الثالثه يكون معايا او معاكم عمر ربيع ياسين زميل العزيز، هيكون معاه ولاء عبد الرازق مدير عام المكتبات بالنادي الاهلي، هيكون معاه كمان شاهد هاني عازفه الكمان بالنادي. يعني هيكون معاكم فقرات متميزه ومتعدده ان شاء الله من خلال هذه الحلقه. تعالوا بسرعه نتكلم عن اخبار النادي الاهلي ونرجع نتكلم عن الحاجات اللي شغلكم. لاسارت بيطمن على ترتيبات معسكر اسبانيا من الكابتن سيد عبد الحفيظ. عارفين الكابتن سيد عبد الحفيظ كان سافر لاسبانيا عشان يطمن على كل كبيره وصغيره في معسكر الفريق. فاكيد من الطبيعي انه يقعد مع لاسارت او لاسارت يساله عن كل التدريبات او كل الترتيبات اللي حصلت في معسكر اسبانيا. ان شاء الله يكون معسكر نجني ثماره ان شاء الله باذن الله، وكمان لاسارت يدخل في اجواء الدوري اللي لسه ما انتهتش. ده كان الخبر. لاسارتي كمان في التقسيمة النهارده او في التدريب النهارده كان في تدريبين، فتدريب صباحي وتدريب مسائي. لاسارتي كان بيهتم بتدريبات الكره في التقسيمات زي ما حضراتكم كده شايفين، دي لقطات من تدريبات النادي الاهلي. كان مقسم اللاعبين لمجموعتين وحرص على الحديث مع اللاعبين للتاكيد على بعض الامور الفنيه. كل بيشتغل على قدم وساق في النادي الاهلي. طبعا متابعين منتخب مصر، لكن طبعا هدفنا كله النادي الاهلي. لاسارتي كمان بيطمن على علي لطفي، بيحفز عربي بدر الناشئ القادم ان شاء الله يكون قادم بقوه. علي لطفي كان اشتكى من اصابه لكن الحمد لله تعافى بشكل كبير، وكمان اطمن عليه لاسارتي بعد مشاركته في المران بشكل طبيعي. كمان تحدث مع عربي بدر لاعب فريق الشباب واللي بيشارك في تدريبات الفريق بحضور المترجم لنقل بعض التعليمات. دي كان الكلام اللي حصل بينه بين لاسارتي وعربي بدر، وكان بحضور المترجم. اكيد كله كلام تحفيزي في الفتره اللي جايه، كله بيتكلم على عربي بدر ان شاء الله يكون حاجه جميله جدا للنادي الاهلي زي الشباب اللي طلع وكسر الدنيا. صلاح محسن وناصر ماهر بينتظموا في مران الاهلي بعد اجازه خدوها باذن من الجهاز الفني، كان شاركوا مع المنتخب الاولمبي وما كانوش خدوا اجازه عشان كده كان في فتره اجازه طويله بالنسبه لهم، لكن خلاص شاركوا في مران النادي الاهلي. عارفين صلاح محسن وناصر ماهر طبعا لعيبه كبيره جدا وعناصر مهمه جدا من خلال المجموعه. دي كانت اخبار النادي الاهلي بسرعه او في عجاله اللي حصل في التدريب النهارده. يعني ما فيش حاجه حصلت كتيره تذكر. ان شاء الله نكون معاكم اول باول ونغطي كل اخبار التدريبات، وكمان نغطي كل اخبار المعسكر باذن الله في الفتره اللي جايه. تعال نروح لاخبار المنتخب الوطني. طبعا لعبنا مباراتين، مباراه امام زيمبابوي كسبنا 1-0، كان هدف النجم الكبير تريزيجيه محمود تريزيجيه. هنتكلم عن تريزيجيه لان تريزيجيه للاسف الشديد مش واخد حقه مع انه مكسر الدنيا حرفيا على طول بصراحه، مش في البطوله دي بس. ومباراه الكونغو اللي احرز فيها المحمدي هدف مصر الاول والنجم الكبير محمد صلاح الهدف الثاني. هنتكلم برضو عن الاجواء اللي احاطت بالمباراتين وهنتكلم فيها بكل التفاصيل. منتخب مصر بيكتفي بتدريب صباحي بعد الفوز على الكونغو. عارفين المباراه قلت لكم مباراه كانت مش عارف حضراتكم بتشوفوا المباريات، اكيد كلنا بنشوفها وبنشوف السلبيات والايجابيات. في ناس كتير بتتكلم ان السلبيات اكبر بكتير من الايجابيات، لكن عايزين يعني دايما نشوف كده امل او ندي امل ان ماشي البطوله لسه في ادوارها الاولى، لسه الفريق والانسجام. يعني بندور على مبررات بصراحه، بندور على مبررات عشان نبقى احسن، لكن لازم الجهاز الفني كمان يشتغل الاحسن ان شاء الله في الايام المقبله. ان شاء الله ان شاء الله يشتغلوا الاحسن ويكونوا عاملين حسابهم ان الموضوع بيبقى صعب في الادوار اللي جايه، ويبقى صعب ان احنا نفكر بنفس التفكير اللي بنشتغل بيه ان احنا جبنا جول نرجع بقى وندافع والكلام ده كله. عايزين نتحرر من الكلام ده. انت بتلعب في وسط جماهيرك، بتلعب في بلدك، معاك عناصر مميزه ممكن تكون مميزه اكتر كمان بالادوار اللي الاجهزه الفنيه بتديها للفريق، لكن هنشوف الايام اللي جايه
ان شاء الله الفريق هيبقى شكله ايه. بعد تدخل خمس لاعبين، مشكله عمرو ورده، خمس لاعبين، اتحاد الكره بيدرس العفو عن عمرو ورده، مشكله كبيره طرحت على الساحه الرياضيه، اتدخل فيها اتحاد الكره بايقاف عمرو ورده واستبعاده من معسكر الفريق. حضراتكم عارفين طبعا كل الملابسات اللي حصلت الفتره اللي فاتت، لكن بعد تدخل خمس لاعبين اتحاد الكره بيفكر ان هو يرجع عمرو ورده تاني للمعسكر. مش عارف برضو حضراتكم هتستقبلوا الخبر ازاي او هتستقبلوا قرار اتحاد الكره ازاي، لكن عشان ناخد قرار خصوصا في الاماكن الكبيره او في المؤسسات الكبرى زي اتحاد الكره، يعني الحمد لله عندنا الحمد لله والشكر لله دايما بنتأنى في اتخاذ القرار، عشان لما بناخد قرار ما بنرجعش فيه. ممكن تتأنى شويه في القرار لكن تاخده خلاص، انت مؤسسه كبيره فيبقى صعب انت تاخد قرار وترجع فيه. فمش بقول كده عشان ما ترجعوا عمرو ورده، ما تبقاش ماليش علاقه خالص، لكن انا بتكلم في العموم، بتكلم في الصح يعني. لكن محمد صلاح كان على قائمه الخمس لاعبين اللي قعدوا مع المهندس هاني ابو ريده، كان معاه المحمدي وعبد الله السعيد واحمد حجازي ووليد سليمان، قعدوا مع رئيس اتحاد الكره، قالوا ان هو قرب صلاه الفجر، لغايه قرب صلاه الفجر عشان يقنعوه ان عمرو ورده يرجع المعسكر تاني بعد اعتذار عمرو ورده اللي حضراتكم شفتوه على وسائل السوشيال ميديا المتعدده. عمرو ورده طلع قالنا بعتذر وان شاء الله مش هيحصل كده تاني. يعني انا مش عايز اتكلم شخصيا في القصه دي او اقول رايي فيها، لان الراي هيبقى صعب جدا جدا على الكل يعني بصراحه، فانا هسكت خالص. عمرو ورده الخبر اللي عندي ان هو لم يغادر غرفته منذ صدور هذا القرار، واللاعبون الكبار قد طلبوا منه البقاء على امل استمراره في المعسكر، وحضراتكم شفتوا احتفال محمدي وباهر ايضا بعد ما جاب الهدف، كله كان بيتكلم على رقم 22، 22 رقم 22. ماشي، رينار بيقول المدير الفني المغربي بيقول أو رينر عن العمل في مصر تتحدثون عن ذلك منذ 10 سنوات. يعني عادي عادي، احنا كل سنة بنقول هو جاي مش جاي، مع ان احنا كنا بناخد بطولات، بنخرج من بطولات، بندخل بطولات، كان عندنا كوبر، كان عندنا بعد كده أجري، لكن هو بيقول انا مركز جدا مع المنتخب المغربي. كان بيقول ان هو في مفاوضات ممكن تكون مع بيراميدز، انا عندي معلومات برضو شخصيا، لكن احنا هنشوف ايه الفترة اللي جاية ايه اللي هيكون فيها، هل هو فعلا هيبقى مدير فني لأحد أندية الدوري المصري ولا هيكون فين بالظبط. لكن هو بيقول انا مركز جدا دلوقتي في البطولة اللي انا فيها، وانتوا عندكم مدرب هقول لكم بالظبط قال ايه يعني، علشان هو قال حاجة انا يعني مش عارف. الفيفا بتقول مصر بتواصل انتصاراتها. الموقع الرسمي للاتحاد الدولي الفيفا بيقول المنتخب المصري حقق الفوز الثاني على التوالي في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وجاء هذه المرة على حساب الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل لا شيء، ليتأهل المنتخب المصري للدور الثاني من هذه البطولة. ده كان نص الخبر. قال كمان المحمدي تمكن من تسجيل هدف الأول، هدف صعب جدا يا جماعة، خلي بالكم هدف فيه مهارة وفي كل حاجة في الكورة بصراحة، هدف جميل قوي قوي، ان انت لازم يبقى عندك توافق عضلي عصبي كبير جدا عشان تعرف تجيب الكورة اللي جابها المحمدي، وثبات وهدوء. كورة صعبة بكل المقاييس، هي كانت ضربة جزاء لكن رجعت له الحمد لله ان هو حطها جول، لكن هدف كان صعب جدا وحلو قوي كمان. الهدف الثاني كان اجمل واروع، نجم الكبير تريزيجيه خد الكورة من اعتقد من ال 18 او بعد ال 18 بتاع منتخب مصر، لغايه لما وصل لبعد الملعب وحط الكوره ثرو باص لمحمد صلاح اللي استخدم فيها ذكائه العالي قوي قوي قوي، لما حط الكوره بعد ما كان المدافع مانع زاويه الرؤيه عن حارس المرمى، فحطها على الزاويه القريبه بتاعه حارس المرمى او على شماله تحديدا. لكن كانوا هدفين مميزين قوي. عندنا مهارات، عندنا لعيبه، عايزين حد يستخدمهم الاستخدام الامثل ويوظفهم التوظيف الامثل. ان شاء الله ان شاء الله يكون الجهاز الفني عند حسن ظننا جميعا. مش عايزين نظره الياس او يعني نقول اصل هنخسر هنطلع، خلينا دايما متفائلين ونديهم تفاؤل ونديهم ان شاء الله ان انتوا بتلعبوا في وسط جماهير مصر وبتلعبوا في ارض مصر وانتوا فريق قوي جدا ومعاكم جهاز فني جدا، حتى لو كنا بنجامل بعض الشيء، لكن لازم نعمل كده بصراحه، لازم نعمل كده. ده كان خبر الفيفا.
كمان الكاف قال هدف المحمدي منح الفراعنه الثقه امام الكونغو، بيتكلم في نفس السياق. مش عايز اطول عليكم عشان استقبل ابو المجد مصطفى نجم الاهلي السابق عشان نتكلم معاه في كل هذه الاحاديث، لكن عايز قبل ما نخرج فاصل عشان استقبل ضيفي الكريم عايز اكلمكم في بعض الاقلام او بعض الافواه اللي بيقولوا الاهلي بيجيب صفقه القرن. الكلام ده مش عندنا خالص يا جماعه، الكلام ده مش عندنا خالص، ومرفوض رفضا يعني كليا ان انت تقول ان الاهلي بيعمل صفقه القرن. لما اللعيب يجي النادي الاهلي هو ده بالنسبه له صفقه القرن بالنسبه للعيب، لان هو رايح نادي القرن. لكن الاهلي بالنسبه له الموضوع طبيعي جدا جدا، لو اتكلمت عن النادي الاهلي وصفقاته يعني حدث ولا حرج. مش عايز اقول اسماء عشان ما انساش، لان انا لو نسيت بالنسبه لي جريمه ان انا انسى اسم يعني هز الكوره في مصر او هز الكوره في الوسط العربي كله. مش عايز اقول اسماء، لكن النادي الاهلي بيعمل صفقه القرن مش في النادي الاهلي خالص. اللعيب اللي بيجي تاني بكرر، اللعيب اللي بيدخل النادي الاهلي او بيلبس شيرت النادي الاهلي او بينتمي للاهلي هو بيقول انا عملت صفقه القرن بالنسبه لي او صفقه العمر بالنسبه لي ان انا انتميت لهذا الكيان الكبير جدا. لكن الاهلي عادي جدا وشيء طبيعي جدا جدا جدا. خلي الكلام ده للانديه اللي هي يعني صغيره. نطلع فاصل عشان نستقبل ضيف الكريم ابو المجد مصطفى، استنونا بعد الفاصل. وانت كمان والله طمنا عليك وطمن الناس عليك، وفين دلوقتي؟ لسه في الاكاديميات ولا رحت مكان تاني؟ طمنا. لا الحمد لله تمام. الحمد لله ربنا وفقني السنه دي الحمد لله ان انا اكون مدرب عام مع كابتن حسن موسى في نادي بني سويف السنه دي. نادي ممتاز بيه طبعا، ومن احد الانديه القويه واللي هي بتنافس على الصعود في دوري المجموعه الاولى في الصعيد. فطبعا يعني شايف ان الحمد لله دي خطوه ربنا كرمني بيها، وبتمنى يا رب التوفيق ان شاء الله السنه دي معاهم ان شاء الله. سبت استاكوزا بقى خلاص؟ استاكوزا سبته، لكن هو كان لسه معايا امبارح والله قبل ما يسافر. ربنا يوفقك. وطبعا حسن موسى ده شخصيه جميله قوي، شخصيه محترمه جدا كده، ومدرب مجتهد جدا، وحد ان شاء الله باذن الله يبقى الفتره الجايه من الناس المهمين جدا في التدريب في مصر ان شاء الله. بني سويف برضو عندهم طموحات كبيره ان هم يطلعوا دوري ممتاز طبعا، يعني انت عارف كابتن، بس بيجوا في نص السنه كده ما تعرفش ايه اللي بيحصل او في نص السيزون بتاعهم. لا هي الفكره بس ان انت عارف ان الدوري الصعيد دوري قوي جدا، ويمكن برضو ان من المجاميع اللي هي معتمده مليون في الميه على الانديه الجماهيريه. يعني هتلاقي في كل محافظه هو النادي بينافس، فانت عندك المنافسه بتبقى شرسه جدا، عندك عدد فرق بتنافس قويه جدا، فده اللي بيخلي يبقى فيه دروب شويه مع معظم الانديه. يعني حتى ما بتلاقيش حد في البدايه بيطلع بيبقى متصدر المجموعه من البدايه، باستثناء مثلا الفتره اللي فاتت اسوان، يمكن من بدايه الموسم وهو متصدر، لكن في معظم الاوقات كنت بتلاقي حضرتك شويه لما كان الجونه كان تحت شويه، كان الجونه شويه كان المقص لما كان تحت في الفتره الاولانيه، فكنت بتلاقي مفيش ثبات في المنافسه، فكنت بتلاقي عدد كبير جدا من الفرق بتحاول ان هي تبقى قريبه من المقدمه على اساس الصعود ان شاء الله. ان شاء الله ربنا معاك وتقدموا حاجه كويسه ان شاء الله يا رب. مع انك انت رايح الصعيد بقى والحر، شفت الجو اللي احنا فيه عامل ازاي النهارده كان الجو صعب قوي. الجو صعب كان جداً. في خبر كان معايا كان بيقولوا ان الافارقه بيشتكوا، المنتخبات الافريقيه بيشتكوا من درجه الحراره. تخيل، انت متخيل احنا وصلنا لفين؟ ان المنتخبات الافريقيه اللي احنا كنا بنروح افريقيا، انت اكيد سافرت وشفت طبعاً. الجو هناك مش طبيعي، لكن النهارده فعلا الجو كانت درجه الحراره اعتقد معديه ال 44. يعني انت عشان بس ممكن يا كابتن يكون معظم الافارقه الموجودين محترفين، فممكن يكون هم كانوا بعد الفتره اللي فاتت خلاص اتعودوا على الثلاجه شويه اتغيروا فتغيروا. الحمد لله بصراحه اللي يعني اللي اخترع التكييفات ده يا جماعه يعني ربنا يكرمه بصراحه، مع ان اصحابنا بتوع التكييفات ما بيردوش عليا دلوقتي ابو المجد. ليه يا كابتن؟ عندي صاحبي حسن العباسي يعني حاجه جميله جدا، مش عايز اقول لك بقى في الصيف يكلمني في الشتاء، ما يعني اكلمه في الصيف اقول له عندي مش عارف صيانه ولا حاجه، يكلمني في الشتاء يقول لي محتاج ايه. عندهم وقتهم ضيق جدا في الصيف. يعني ربنا يعدي الامد على خير ان شاء الله، ولما الافارقه يشتكوا فاكيد فعلا الجو بقى صعب جدا، لكن مهما كان الجو في مصر اكيد احسن من افريقيا، احسن بكتير يا كابتن. لكن مش عارف هم بيشتكوا ليه. شايف انا شايف التوقيتات حتى المعموله فيها الماتشات الساعه 10 والساعه الساعه 7 والساعه 4 ونص، يمكن حتى 4 ونص ديت يعني بيبقى خلاص الجو بدا يعني بس مش بالنسبه للافارقه بالظبط يا كابتن. يعني اعتقد ان الجو بالنسبه للافارقه
هو الانسب بالظبط، غير منتخبات اللي هو شمال افريقيا. احنا جو كابتن فعلا. بدليل ان معظم الماتشات بتاعت افريقيا لما بتلعب انديه بتلعب خارج مثلا النادي الاهلي بتلعب بره هو بيعمل الماتشات بتاعته بالنهار، بيعمل الماتشات بتاعته في التوقيت اللي يقول لك اصل اللعيبه هتيجي مش هتبقى بالزبط تقدر تتكيف مع الجو. بالظبط فاكيد دي كانت يعني نقطه قوه ليه بالنسبه له. بالظبط فبيشتكي بيها دلوقتي صعب. خلينا نشوف خلينا نشوف هيعملوا ايه. قول لي الاجواء الافريقيه والبطوله الافريقيه لغايه دلوقتي شايف النقاط الايجابيه فيها ايه؟ قبل ما نتكلم بقى عن التفاصيل الفنيه، النقاط الايجابيه الافتتاح محمد فضل الدنيا دي كلها شايفها ازاي؟ بص يا كابتن، يعني حاجه مبهره جدا بصراحه ان مصر في ظل الوقت الضيق اللي خدت فيه تنظيم البطوله ان يحصل الشكل الحلو قوي دوت والتنظيم المبهر والترتيبات الغير طبيعيه. انا شايف ان ده نجاح لكل القائمين على تنظيم البطوله. شايف ان في الافتتاح الحمد لله كانت واجهه مشرفه جدا لينا كلنا، العالم كله اتفرج وشاف، والحمد لله احنا ادينا رساله ان مصر تقدر ان هي تعمل اي حاجه صعبه في وقت قليل جدا. ويمكن دي خلي بالك كابتن من سماتنا، يعني من سمات الشعب او اللعيبه او اي حد بيشتغل تحت ضغط. الحمد لله رب العالمين احنا تحت اي ظروف بنحاول ان احنا ننجح. وانا شايف ان الحمد لله رب العالمين، يعني انا بحيي طبعا كابتن محمد فضل، ودي كانت خطوه مهمه جدا بالنسبه له، ويمكن حاجه مشرفه لينا ومنتهى التنظيم ومنتهى الاحترام ومنتهى الجهد اللي اتبذل في الفتره اللي فاتت. الناس كلها شافته، الحمد لله احنا سعداء كلنا بالنجاح دوت. مصر كبيره ومصر تستحق مكانة طبعا عالية جدا في الدول الكبيرة. والحمد لله احنا يعني حضارة وتاريخ، وده مش 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 غريب عن مصر يعني. اكيد اكيد. عايز برضو يعني احنا عمرنا ما بننسى الناس اللي بتموت عشان احنا نفضل طبعا طبعا موجودين ونفضل طبعا فرحانين، والناس بتروح للسادات مطمنة وبنشجع وبنفرح وبنكسب وبنسقف وبنغني، وفي ناس بتستشهد في سينا. طبعا الناس دي على دماغنا من فوق اليوم كل التحيه ابدا 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 كل يعني. يعني هي دي مفارقات الحياه، ان في لازم نعيش ولازم نكمل، لكن عمرنا ما ننسى الناس اللي بتموت عشان احنا نبقى هنا في امان ونلعب مباريات والاستادات تتملى ويبقى في امن وامان. كل التحيه والتقدير ليهم على دماغنا من فوق، وان شاء الله طبعا شهداء ويا بختكم بصراحه، لكن كل الصبر لاهليهم يعني عشان بس ما حدش يقول ان احنا بننسى، ولا هننسى ولا عمرنا هننسى ان شاء الله. شايف المنتخب المصري في أول مباراتين لي وفي ردود فعل من الجماهير مش مستمتعة، أو مش شايفين أداء للمنتخب المصري، أو مش شايفين نقاط بيلعب عليها المنتخب المصري، شايف الموضوع ده إزاي؟ يعني بص يا كابتن، يعني يمكن الناس ممكن تكون بس يعني صدمتها شوية في إن الطريقة ما اختلفتش كتير. احنا لما كوبر ساب المنتخب والمفروض اجيري مسك، الناس كانت عندها طموحات ان شكل المنتخب وشخصيه المنتخب تختلف تتغير، وده يمكن ما لمسناهوش حتى في المباراه الوديه قبل البطوله بشكل واضح. انا يعني بمنتهى الامانه كابتن، انا مش شايف ان احنا قادرين نستغل الامكانيات الموجوده في الفرقه. في تحفظ كبير جدا على بعض اللعيبه، في تحفظ كبير جدا في طريقه اللعب، ويمكن ده اللي مخلي شكلنا كده، مخلي الناس كلها مش مطمنه. احنا الايجابيه الوحيده اللي احنا لغايه دلوقتي استفدنا بيها، احنا بنروح للجون كتير، بنكسب بصراحة. بنكسب وبنروح للجون كتير، مش كابتن مش بالشكل كابتن اللي يعني كل العوامل اللي انت تخليك ان انت توصل وتبقى بتكسب وبمكسب مستريح. لا، انا شايف ان هما برضو كابتن، لا اللعيبه مش مدركه ان مش قادرين يستغلوا جمهور، مش قادرين يستغلوا ان البطوله هنا في مصر. طب هي ابو المجد لعيبه ولا طريقه؟ عشان بس الناس يبقوا يعني معانا ونعيشهم الواقع فعلا. هل انت مثلا باك رايت، انا ممكن انا كمدرب اقول لك ما تطلعش لغايه نص الملعب، هو عند نص الملعب وقف زي ما كان بيعمل كوبر كده، تمام. وممكن مدرب تاني يقول لك انا مش عايز اشوفك في المناطق الدفاعيه كتير، فتظهر انت بشكل هجومي، ربنا يكرمك تجيب جون وتعمل كروسات ومش عارف تعمل ايه، فتظهر بالمظهر اللي يخلي الجماهير مقتنعه بيك.
لكن انا ممكن احبسك وتقعد بقى عليك هجمات اتنين على واحد مش عارف ايه، مفيش مساعده، فالناس تشوفك وحش جدا. فده ايه؟ ده لعيب ولا مدرب؟ بص يا كابتن، انا شايف ده مدرب بمنتهى الامانه. تمام. ليه؟ ان الانطباع اللعيب بياخده من المدرب، الطريقه والشغل تحفيز. والتحفيز ده شغل المدرب. فانا شايف يعني حتى كابتن في توقيتات في الشوط الثاني التغييرات حتى كابتن، لا يعني برضو مش تغييرات اللي انت بتطمح ليها ان هي تعمل لك الفرق. معظم التغييرات اللي حصلت ما استفدتش بيها بالشكل كبير. بتنزل بتأمن، يعني بتأمن في توقيتات انا شايف ان الفرق اللي قدامك الافريقيه كانت مشكلتك معاها ان بييجوا يلعبوا زون وبيقفلوا الملعب وبيخنقوا طريقه اللعب وما بتقدرش ان انت تتحرك بحريه. بالزبط. طب انا شايف لا، في المباراتين يا كابتن لا، في مساحات، وفي بدليل الجون اللي جابه محمد صلاح، تريزيجيه واخدها مننا يا كابتن من 18، من 18 كل دي مساحات فاضيه واستغلها وقدر ان هو يعمل سرول لمحمد صلاح ويجيب جول. لكن انا بتكلم يا كابتن لا، يعني انا شايف ان شخصيه المدرب هي اللي بتخلي اللعيب بتنعكس على اللعيب في الملعب. انا اذا كنت انا مدرب ادائي هجومي ده بيبان في شغلي وفي تحفيزي للفرقه. دي حقيقه. بالظبط. لكن هي الناس بتقول ايه يا كابتن؟ بتقول ان المنتخب تحس ان مفيش طريقه بيلعب بيها. بالظبط. تحس ان هو بيلعب يعني يلا رجاله ونشد حيلنا والجمهور بتاعنا والارض بتاعتنا، انت عارف الاجواء دي وما ينفعش نخسر على ارضنا، عارف انت الاجواء دي بمنتهى الامانه يا كابتن. حتى يعني الجماهير ده راي الجماهير او معظم الجماهير في كوبر، يعني في التوقيت اللي كان كوبر ماسك المنتخب يا كابتن، يعني بالرغم من الاداء لكن مع احترامك يا كابتن كان ليك شغل، كان ليك شكل، كان شكل دفاعي يعني والناس متحفظه. تخيل بقى ان لو جه حد او المدرب اللي موجود بدا يشتغل مع لعيبه تكتيك هجومي ويقدر يستغل الناس اللي قدام بشكل أصلاً كويس. ايجابياتك في الهجوم بتاعك كتير. يعني انت القوه بتاعتك في الهجوم بتاعك محمد صلاح وتريزيجيه. بالظبط. وممكن وكان عندك عناصر ممكن تدخلها تعمل لك جانب هجومي ايضا كمان. فالموضوع الجماهير برضو ليهم حق. طبعا يا كابتن طبعا ليهم حق طبعا. ولا احنا المفروض نقعد نقول ندعم؟ احنا بندعم بس اكيد بتخرج عن شعورك شويه. يا جماعه احنا قلبنا وجعنا. انا شفت ناس امبارح كاتبين على الفيسبوك كابتن احنا هنفضل قاعدين مستنيين جون يدخل فينا؟ ما ايه اللي فرق عن مستر هيكتور كوبا كابتن؟ بدليل معلش يا كابتن يعني حتى الاجوان اللي حضرتك بتجيبها ما بتجيش بتكتيك، يعني ما بتجيش ده هما ده اللي بيتكلموا فيه. بالظبط. يعني انت مالكش شكل، يعني مالكش شراسه هجوميه. يعني الكونغو تحس انهم بيلعبوا كوره بتحركات مدروسه، الكوره بتطلع من خط لخط من رجل لرجل بتتحركات بيغيروا الملعب. بص يا كابتن في حاجه انا شايف ان احنا مش قادرين لغايه دلوقتي نستغلها، ويمكن المباراه الاولى هي اللي جرأت الكونغو عليك. اللي هي ايه؟ بص يا كابتن حضرتك بتلعب في مصر ومنتخب مصر قوي جدا وفي عوامل نفسيا اللعيبه الافارقه شايفاها. جميل قوي قوي. زي الاهلي لما بيروح يلعب بالظبط يعني حتى لو الاهلي مستواه حتى لو الاهلي وحش، بس هي الفكره انت قدرت في اول ربع ساعه او نص ساعه تبين الشراسه ديت والشخصيه ديت في الملعب خالص. انا معاك. هي ده كابتن اللي خلت الناس تخش معاك في الجيب. مفيش ضغط عالي. بالظبط يا كابتن. انت ما بتضغطش. بالظبط. يعني حتى لا كابتن يعني حتى لو انت مش اللعيبه مش فايقه، مجرد ان انت كابتن بتضغط بشراسه وحتى لو انت مش قادر تجيب جول لا انت مريح نفسك ان المنتخبات ديت مش هتقدر يا كابتن تتجرى عليك ان هي تنقل كوره وتهدد الجول بتاعك وتبدا تخترقك. لا يعني في عوامل لازم الجهاز يستغلها. عامل الجمهور ده كابتن ده لازم يحصل ضغط غير طبيعي على الفرق اللي انت بتلعبها عشان تقدر ان انت تريح نفسك وما يبقاش الضغط كله عليك. لا كابتن في اوقات يا كابتن بحس ان المنتخب كله تحت الدايره بتاعت نص الملعب. ده وده مش طبيعي يعني. ده بعد هدفين امبارح كمان. بالظبط. يعني ده مش طبيعي. التوقيت حتى بتاع الهدفين يا كابتن كان اسهل توقيت تقدر تجيب. بالظبط. لو انت قدرت تلعب بضغط من قدام شويه. احنا كلنا مع احترام كابتن بنتكلم وبنقول احنا ما عندناش فراوده. طب ماشي انت ك ك كنص ملعب كجناب عملت ايه للفرود؟ عملت كام كروس يا كابتن؟ يعني احصائيات الماتشات كلها بالكتير قوي 3 كروسات.
هو انا عن نفسي في قناعاتي في الكوره ما ينفعش ان ابقى مدرب اقول ما عنديش امشي. يعني انا ما ينفعش ابقى ماسك فرقه وقبلت ان انا امسكها واقول انا اصلا ما عنديش مراكز. لا انا ما كنتش مسكت. لا ما ينفعش مصر كلها ما فيهاش فرود. لا ما ينفعش مصر كلها ما فيهاش باك رايت او باك ليفت او ديفندر او مساكين او فراوده. ما ينفعش مصر كابتن. هي الطريقه اللي احنا بنلعب بيها كابتن هي اللي بعتت الفراوده. بمعنى ان الطريقه مع كوبر كانت كلها دفاعيه. فانت ما قدرتش تختبر كل الناس اللي بتلعب في المكان ده كابتن. او ما قدرتش ان انت توصل لهم الحاجه اللي تقدر تحاسبهم عليها. يعني ما عملتلوش كروس وضيعه. ما عملتلوش ثرو باص ويروح في مساحات وضيعه. لا يعني انت ما اختبرتش الفراوده يا كابتن. زائد انت مخليهم طول الوقت دفاع 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 دفاعيا. وده مش دوره. يعني ده مش دوره يا كابتن. مروان لما بدا يتحرر او ينسى شغل كوبر مع النادي الاهلي بدا يجيب جوان في النادي الاهلي. بالظبط يا كابتن. بدا يلعب كفيرود. زائد بص يا كابتن زائد المساندات المهمه جدا اللي بتيجي من تحت كابتن. اكيد يعني المسانده اللي هي بتقدر تشغله. يعني مروان عمل تحرك نموذج يا كابتن في الماتش الاولاني. دخل لجوه فضل المساحه كلها لمحمد صلاح اللي ضيعها. يعني بس ده ايه؟ عشان الكابتن في ناس بتكمل من تحت. فبدا دور مروان يظهر. لكن المشكله كلها كابتن في حته ان انت ما بتوصلوش. يعني ما فيش حد. طب تعالى علشان برضو ندي لكل واحد حقه. اكلمك في جزئيه الجمهور واكلمك في جزئيه اجري. جزئيه الجمهور جمهور مصر غير جمهور الفرق. متفق معايا ولا ايه؟ طبعا جمهور الفرق يحركك لو انت نايم. لو جمهور اهلي مثلا وشايف اللعيبه نايمه انت عارف الجماهير بتعمل ايه. الجماهير بقى الجماهير لما كانت بتملى الاستاد يخليك تاكل النجيله. تمام. وانت اساسا مش قادر تتحرك. جمهور مصر راح يفرح، اسر راح تفرح. فهي باختلاف المعنى هو جمهور لكن باختلاف المعنى. مش الجمهور اللي هو هيدوس عليك ويحمسك وعارف بيطلع منك ازاي الحاجه. هو الجمهور اسر ورايحين يفرحوا ورايحين يتبسطوا ورايحين يشوفوا منتخب مصر عايز يجيب جون عشان يسقفوا ويهيصوا. مش الجمهور اللي هو الجمهور اللي بيدي ظهره الملعب ويقعد يحمس في اللعيبه. واخد بالك؟ فدي حاجه. هل دي تفرق؟ بص يا كابتن يعني متهيألي مش كتير. ليه؟ قول لي. انت في المنتخب يا كابتن مع احترامي انت 70,000 موجودين في الاستاد. يعني مجرد بس الكلام العادي ده صوت في الملعب لا بي 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 يعني بيديك تشجيع يا كابتن. لازم بس يديك التشجيع اللي هو بتاعنا ابو المجد. اللي هو ابو المجد عمل سبرنت. تمام يا كابتن. الكوره هيروح انت عارف الضغطه دي كابتن. مع احترامي كابتن يعني ده الجمهور بيتنشا على اي حاجه عشان يشجع اللعيبه. بالظبط. يعني بالزبط. الجمهور دلوقتي في الاستاد او في ماتشات المنتخب بيشوف اي حاجه عشان يقدر والله فعلا يتفاعل يا كابتن مع اللعيبه. لكن هي المشكله برضو ان دي برضو الاجواء دي مش موجوده. يعني اللعيبه مش قادره تستغل العامل ده كابتن. تمام. اجري هل هو الفتره اللي بيمسك فيها المنتخب قبل البطولات هل هي كافيه ان هو يطبق سياسته ولا لا؟ اخليك تجاوب براحتك. لكن نطلع فاصل ونرجع نتواصل مع النجم ابو المجد. اهلا بحضراتكم من جديد. كنت قبل الفاصل بسال كابتن ابو المجد مصطفى عن اجري وهل الفتره اللي بيقضيها المدير الفني لاي منتخب كافيه قبل التجمعات او فتره التجمعات قبل البطولات كافيه ان هو يحط فعلا لمساته ويعود الفرقه على اسلوبه؟ يعني كابتن بص يعني بتبقى فترات انا بحاول التمس لهم اعذار. يعني هي بتبقى فترات طبعا فعلا قليله كابتن. يعني دي بتختلف عن الشغل مع الفرق او الشغل مع الانديه. ان هي بتبقى التجمعات بتاعتهم يا دوبك يومين ثلاثه وبعد كده يلعب مباراه. فممكن دي برضو مأثره بشكل كبير جدا على ان هو يقدر يحفظ اللعيبه او يقدر يخلي اللعيبه تحفظ طريقته. لكن احنا بنتكلم برضو في اسبوعين او اكتر من اسبوعين شويه قبل البطوله. يعني كان عنده وقت كافي ان هو يقدر. هي مش كفايه بصراحه ابو المجد عشان نبقى مش كفايه. بس كابتن الطبيعي ان حضرتك بتلعب مع لعيبه مستوياتها تقدر تستوعب الفكر. اي فكر بسرعه. بالظبط. اي فكر بسرعه كابتن. يعني تمام. معك مجموعه محترفين ومعك مجموعه بتلعب في انديه كبيره في مصر فعندها من الخبرات اللي هي تقدر تتاقلم مع المدرب وتقدر ان هي يبقى عندها استيعاب مع اختلاف طرق اللعب. فده متهيألي يعني كانت اللعيبه
لازم تشتغل على كده. لكن زي ما حضرتك ما قلت ممكن تكون بس يعني الوقت مش كافي بالشكل الكبير، بس على الاقل يا كابتن يعني تبقى في بوادر تغييرات، يعني ممكن التغييرات إدارة مباراة. ممكن بالظبط يا كابتن طريقة دي حاجة اللعب. طبيعية بقى في الكوتش يعني، احنا بنلتمس لك الاعذار بس حاجة طبيعية ان انا ابقى شايف ايه المراكز اللي ممكن اغيرها بجد، يعني ادارة المباراة نفسها شايف اغير امتى، اطلع مين انزل مين. يعني بالزبط. اول مباراة بصراحة لما طلع محمد صلاح، لما طلع تريزيجيه وطلع محمد صلاح، انا لما تغيير محمد صلاح اللي هو خلاه راس حربة، انا حاسس ان هو طلعه اساسا من المباراة، مع ان انت كان عندك نقاط القوة الاساسية بتاعتك في الطرفين بتوعك، في الطرفين بالظبط، حتى لو مجهودهم قل لكن هم مرعبين بالنسبة للدفاع، على الاقل مقفل لك الخط كده. اللي ورا دوت ما فيش زيادات عليك، ما فيش حد بيهددك بالشكل الكبير، زائد ان هم كانوا عندهم فعلا مشكلة في الطرفين فعلا كابتن، ويمكن تريزيجيه استغلها في الجول اللي هو جابه. يمكن برضه كابتن يعني انا ليا ملحوظه بس على حته الاداء للمنتخب، انا شايف تاثير الاداء دوت كابتن او الشكل دوت جاي من نص الملعب. نص الملعب انت ما يعني بتلاعب اتنين زي بعض او شبه بعض. انا كنت اسالك على طارق حامد تحديدا والنني، واسالك كمان على اداء عبد الله السعيد. تمام يا كابتن، يعني احنا بنتكلم على اتنين الريتم بتاعهم تقريبا واحد، الريتم بتاعهم معتمد على القوة اكتر. تمام. على كمية الجري اللي بتتعمل خلال المباراة في القطع الكورة، لكن برضو حتة اللمسة الاخيرة او بعد الاستخلاص ما بقدرش اطلع بالشكل كابتن اللي مطلوب، ما بقدرش ان انا وانا معاك كوره خلاص بتحول من قصه الدفاع للهجوم، الحل الهجوميه بسرعه. دي متهيألي دي مش موجوده بشكل كبير عند الطارق، او انت بتتكلم في اللعيب اللي هو بيلعب من بوكس تو بوكس او من 18 ل 18 في الحاله الدفاعيه والحل الهجوميه. بالظبط، بدليل يا كابتن يعني حضرتك لو شفت في الفترات اللي فاتت كلها في المكان ده كان اللي عامل الفارق محمد شوقي. كان لما كان بيلعب بالظبط كان محمد شوقي كان بيقطع جميله جدا في الحاله الدفاعيه بالظبط، وبيزيد بشكل كويس قوي مع الناس، وده بيديك يعني غالبيه في 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 الجزء الاخير، زياده عدية في الجزء الهجومي، في الجزء الهجومي، وبتبقى مطمن. يعني حتى كابتن فكره ان انت تفضل عندك صلاح وتريزيجيه في بيلعبوا من على الاطراف، ومروان مثلا في الحته ديت، تخيل مثلا لو حد جاي من تحت مأمن القصه ديت وبيزيد وراهم بشكل قوي، والكره بتاعته بتطلع سليمه اذا كان لصلاح اذا كان لتريزيجيه، متهيألي الفكره ديت لو موجوده كانت فرقت معانا، وكانت فرقت في الشكل الهجومي للمنتخب. معاك جدا، وكمان كان شوقي كان معاه حسني عبد الرب وحسني ديفندر بتاع بالظبط كابتن، حسني كابتن احمد حسن واحمد حسن ده هنتكلم في اسماء بصراحه يعني فيمكن دولت اللي كانوا عاملين احترام للناس صعب تقارن يعني بصراحه صعب كابتن كانوا يعني كانوا عاملين الفارق في شكل المنتخب، زائد الشخصيات بقى اللي كانت موجوده بقى في الحته اللي قدام. هما كانوا برضو عاملين شكل للمنتخب، وناس بتقدر تقف على الكوره وبتقدر توصل للجول وبتقدر تعمل ربط من على الجناب ومن العمق. يمكن انا شايف معظم المنتخبات مش قادره تستغل الاطراف خالص يا كابتن، يعني معظم المنتخبات اللي انا اتفرجت عليها لغايه دلوقتي كله مصر ان هو عايز يخترق من العمق، العمق بيبقى زحمه جدا عندنا الاطراف يا كابتن، لو في حلول كتير بس المدير الفني يفكر. لكن طارق حامد خليني اكلمك برضو بواقعيه، طارق حامد بيعمل مجهود عالي جدا جدا، بس مجهوده ايجابي اللي هو بيقطع كرات بيعمل ثرو باس قدام، لكن النني دوره لغايه دلوقتي مش واضح يعني مش واضح قوي، واضح بشكل مع ان النني محترف ومحترف في نادي كبير بحجم ارسنال في انجلترا، فبرضو في علامه استفهام. والله كابتن يعني بص انا من وجهه نظري في علامه استفهام على معظم الناس المحترفين. عبد الله السعيد مش هو عبد الله السعيد خالص بالظبط، يعني عبد الله برده من الناس اللي هي كانت تقدر تغير من شكل المنتخب لو هو فايق. الحاجات اللي احنا كنا معتمدين عليه فيها لا بعيد جدا، بعيد مستواه جدا على التنفيذ. برده من العوامل اللي اثرت علينا بشكل كبير جدا عبد الله. خلي بالك احنا بنتكلم كل الكلام ده للساده المشاهدين، بنتكلم الكلام ده واحنا كسبانين ماتشين ومتاهلين للدور الثاني في البطوله، لكن احنا بنتكلم على سلبيات لازم نعالجها قبل المباريات الكبيره بقى انت تتعب فيها فعلا وهتعاني فيها فعلا. بالظبط يا كابتن، يعني انت بنتكلم كده دلوقتي عشان احنا شايفين ان البطوله بمنتهى الامانه كابتن، لا يعني حرام ان احنا ما ناخدهاش بمنتهى الامانه، لازم يعني معظم المنتخبات يا كابتن اللي موجوده
لسه ما اقنعتش، لسه ما بنوش بالظبط يعني، باستثناء مثلا شويه الجزائر، باستثناء السنغال. طب انت عندك استثناء مالي، عندك بادره امل ان المنتخب يتطور؟ يعني احنا بنقول مثلا الادوار الاولى لكن الامل ان احنا نتطور، ان احنا ندخل في الاجواء، ان احنا يبقى عندنا اسلوب لعب، هل هو موجود؟ هل هو اجري ممكن يكون بيضحك علينا؟ انا عايز برضو تعرف بنلاقي اي حاجه للناس. والله كابتن يعني قلنا بص ادائنا ازاي، لكن احنا هنختلف شكلا وموضوعا. بتمنى ده طبعا يا كابتن، يمكن برضو زي ما حضرتك بتقول ان برضو ثقه المكسب وان انت تعدي الدور الاولاني بالظبط وانت اول مجموعه، ده ممكن يخليك. واحنا الحمد لله برضو من يعني عندنا دي، عندنا ان احنا لما بنخش بقى الادوار اللي بعد كده وبتلعب على البطوله يعني الاداء بيختلف، الطريقه بتختلف، طموحات اللعيبه والدوافع عندها بتختلف، وبنقدر ان احنا عندنا مقاومات اللي انت تقدر تلعب على النهائي. اكيد عندنا والله، والله عندنا طبعا فعلا. طبعا فزي جمهورك وارضك بالظبط احساسك ان البطوله بتاعتك. وكمان يا كابتن مع مستوى الفرق يعني دي برضو لازم نحطها في الاعتبار. احنا ما بنقلش من خالص، احنا عندنا من الفرق، لكن احنا بنقول برضو مش بالقوه، مش المرعبين، مش بالقوه اللي هو يجي يهددك وان انت تبقى نازل فعلا قلقان ان انت هو اساسا زي ما انت قلت بيبقى نازل خايف منك وعامل لك مليون اعتبار. بالزبط. لكن انت في الاول يا كابتن لازم، انت في الاول لازم تثق في نفسك. لازم انا معاك. مين من اللاعبين اللي انت شايفهم ممكن يكونوا عندهم بوادر احتراف؟ يعني مين؟ مفيش متهيألي مفيش حد يا جماعه. مش هتقعد تدور طبعا. يعني بص بمنتهى الامانه يعني انا شايف الناس اللي هي عامله شكل شويه او اللي هي بتاخد كل مباراه نمبر 1، تريزيجيه ومحترف، محمود علاء ومدافع. محمود علاء ما شاء الله عليه، والحجازي برده لما مناخيره اتكسرت برده حاجه لا الحجازي الماتش فاكر كمان كان هايل قوي كابتن، يعني كان هايل قوي. والماتش الاول يعني الماتش الاول برده انت عارف مناخيره اتكسرت، انا شفته كان عمال عايز يعدل في العظمه اللي اتكسرت. انت عارف مناخيرنا لما بتتكسر المشكله بقى صعب. فلا يمكن برضو من اللعيبه المهمه جدا، ويمكن من اللعيبه اللي بمنتهى الامانه كابتن المباراه اللي فاتت عمل فارق كبير جدا في الناحيه الدفاعيه بتاعتنا، يمكن في كرات عاليه كتير جدا قدر ان هو يتعامل معاها بشكل جيد، كانت ممكن تبقى مشكله بالنسبه لنا، فقدر ان هو يتعامل فيها بمنتهى الجديه. تمام. ايمن اشرف طبعا انا شايف كابتن ان هو يعني اداء الدفاعي غالب عليه، ادواره الهجوميه لسه مش واضحه، مع ان ايمن كورته كويسه، الاوفر بتاعه كويس مش وحش، لكن انا بحس كابتن ان هي في سنه قلق لما بيجي يطلع. اصل ايمن معرفش هل ده بقى أيمن انت اقلمته نفسيا ان هو مساك في المقام الاول في النادي الاهلي، هو يعني اجاد في المركز باستثناء بعض المباريات. دلوقتي انت بتلعب باك ليفت، يعني بلاش انا اتكلم في القصه دي عشان هو انت عارف، انت عارف مقاومات الاطراف بيبقى ليها مقاومات يا ابو مجد، وطبعا طبعا انت عارف يعني من اهمها يعني. ولا بلاش ايمن ان شاء الله، ان شاء الله كل لعيبتنا يبقوا عند حسن ظننا في المباريات اللي جايه. عايزين احنا بنقول فعلا حاجات سلبيه عشان ما نشوفهاش اساسا المباريات اللي جايه، لكن عندنا ايجابيات كبيره جدا، اهمها الارض واهمها الجمهور، اهمها الدوافع اللي جوانا ان احنا عايزين ناخد اي حاجه، الروح العاليه جدا للعيبه. لكن لازم مع الروح دايما بقول ومصمم ان الروح مش كل حاجه، مش كل حاجه، لازم حد يساعدني تكتيكيا وفنيا ان انا اوصل بروحي للي انا عايزه. لكن كمان المنتخب اللي انت شايفه مرشح بقوه، اعتقد الادوار دي ما تديش انطباع 100%. يعني الجزائر النهارده كسبانه السنغال لغايه دلوقتي، السنغال فرقه قويه جدا جدا، كوت ديفوار فرقه المفروض ان هي قويه جدا، عندك المغرب المفروض ان هي فرقه قويه جدا، عندك فرق لسه ما كاميرون ما عبرتش عن شخصيتها، لسه ما طلعوش الحقيقه بتاعته. يمكن انا شايف ان الجزائر كابتن في المباراه الاولى يمكن لعب على قد المباراه، خد اللي هو عايزه وبدا يفكر في المباراه اللي بتاعت النهارده. وانا شايف من المنتخبات يا كابتن اللي ليها اسلوب وطريقه لعب، ومن المنتخبات اللي عندها جمعيه في اللعب، يعني فعلا صعب جدا جدا لما تلاقيهم يا كابتن الخطوط بعيده، لا بالعكس انا شايف ان وبيشتغلوا كابتن على الاطراف بشكل كويس قوي،
في مسانده هجوميه بشكل كبير جدا من ناحيه اليمين ومن ناحيه الشمال، فده اللي عامل لهم الخطوره وبيخليهم على طول فرقه جماعيه تكتيكيه كمان، بيخليهم على طول، مع ان يعني في التصنيف هم مش من المرشحين، لكن انا شايف ان هم من المنتخبات المرشحه ومرشحه بقوه. السنغال بيلعب النهارده، انا شفت الشوط الاولاني يمكن برضه ما عندوش كابتن تنوع في الاختراق، يعني هو عايز معظم الوقت يخترق من العمق. عندهم عناصر كويسه جدا جدا، منتخب قوي جدا. هنشوف يعني هنشوف الادوار اللي جايه مين اللي هيصعد فيها، ونشوف الفرق بقى، ونشوف الوجه الحقيقي لكل الفرق. لكن تعالى كلمني على تريزيجيه ومحمد صلاح تحديدا. كمان محمد صلاح خلاص احنا عندنا لعيب بمواصفات عالميه، هو بقى عالمي وعد نفسه في من اللاعبين السلاسل الاول على العالم كمان مع كريستيانو وميسي. لكن تريزيجيه دايما بيقدم لنا اداء مقنع اللي احنا بنشوفه في مصر مع المنتخب المصري، لكن هو ده وضعه؟ ده المفروض يكون فيه، المفروض يكون احسن؟ هل هو بيستغل مجهوده مع المنتخب احسن استغلال، ولا انت شايف ايه؟ يعني انا شايف كابتن تريزيجيه من اللعيبه المهمه جدا في المنتخب. اللاعب الوحيد اللي انا شايفه عنده جراءه هجوميه، الواحد ضد واحد كمان، عنده جراءه هجوميه كابتن. اللاعب الوحيد اللي انا بحس ان هو فعلا عايز يلعب لقدام، كل كره بيمسكها بيبقى عايز يفنشها على الجول. وانا شايف تريزيجيه من يعني محتاج حد يطور من ادائه، وده هتفرق معاه بشكل كبير جدا. برضه انا شايف ان هو مظلوم شويه اعلاميا، الناس ما بتتكلمش عليه بالشكل، احنا بنتكلم عليه على طول بالشكل الكافي، بنتكلم عليه على طول. يعني ممكن يا كابتن، لكن مش ممكن كل يكون الناس صلاح خاطف منه الاجواء او خاطف منه كل حاجه. هو طبعا يعني كابتن، هو ده طبيعي يعني. برضه صلاح الحمد لله وصل لمرحله ما شاء الله، ما شاء الله عليه، يعني ربنا يا رب يحفظه. لكن انت بتتكلم على حد موجود في المنتخب بكل مباراه، هو اللي بيعمل لك الفارق، كل مباراه هو اللي بيديك الغلبه. فانت مهم جدا ان انت يعني الناس تركز عليه بشكل كويس. مش عارف يعني برضو يعني تريزيجيه برضو، هل الوكيل اللي معاه هو مش قادر يوصله المرحله احسن من كده؟ ان هو امكانيات غير طبيعيه ما شاء الله، يعني ما شاء الله. دي حقيقة. وكمان لو دربلك بالكرة توظف كمان ولو طور اداؤه، بالظبط، بحيث ان هو بيفقد مجهود كبير قوي في الجزء اللي هو جزء نص الملعب بتاعه. بالظبط، لو طور اداؤه زي محمد صلاح. بالظبط، اتكلمنا في الكلام ده في الفاصل. محمد صلاح كابتن، اتفضل. يمكن يا كابتن انا شايف يعني نرجع برضو للنقطه اللي الناس اللي تحتيه، لو الناس فايقه تريزيجيه مجهوده هيبقى احسن كده. حتى متهيألي تغييره مش هيتغير، ممكن يعني انا ممكن برضو انا يعني ممكن اعذر الراجل ان هو ممكن بيجي في بعض الوقت ان هو بيغيره، ان هو فعلا بيجري كميه جري. انا متعود على كده يا ابو مجد، في لعيب طاقته اصلا ما شاء الله كبيره. تمام، وممكن برضو كابتن يكون انا مثلا كمدرب انا برضو ببقى عايز اريحه أكيد عشان المباراه اللي بعد كده، عشان أكيد مش عايز اجهده او ان انا اتعبه او انا عايز استغله في المباراه اللي بعد كده. فبيبقى طبعا ده فكر طبعا المدرب. لكن انا شايف ان هو من اللعيبه المهمه جدا، من اللعيبه اللي احنا لازم نستغلها بشكل قوي. لازم يتطور من ادائه تريزيجيه. لو اتطور من ادائه هيبقى في مكانه غير كده خالص. ويمكن برضو ان هو بيلعب برضو في دوري كابتن مش قوي، او دوري مش معلهوش الضوء بالشكل الكافي، ده برضو اللي مأثر عليه. فبتمنى له يا رب ان شاء الله الفتره الجايه التوفيق، وان هو يبقى في مكانه احسن ان شاء الله. انا عندي سؤال على عمرو ورده لو حابب تتكلم فيه. انا عن نفسي ما التزمت الصمت. لو عايز تتكلم فيه يعني، هل تتفق مع منح عمرو ورده فرصه جديده بعد اعتذاره ولا؟ بص يا كابتن، يعني انا مع ان اللعيب غلط، وان اللعيب ما كانش ينفع، وخاصة ان يعني اللعيب ده مش لعيب محلي. انت من المفترض ان انت لعيب محترف، والطبيعي ان انت في حياتك الفكر ده ما يبقاش موجود. فطبعا يعني فكرة ان عمرو غلطان طبعا غلطان، وتعامل مع الموضوع بشكل مش كويس. لكن الفكرة برضه يا كابتن في تطبيق العدالة. انا معاك جدا. هل العدالة ده كابتن بتتطبق على الناس كلها؟ لا.
بما فيهم انا مش عايز اتكلم انت بتتكلم غصب عني لا بما فيهم يا كابتن مع احترامي عشان انا كده الناس المسؤوله هل العداله ده يا كابتن بتطبق على الناس كلها؟ متهيألي لا. الحاجه الثانيه ودي من وجهه نظري، عمرو ورده لو من اللعيبه اللي المدرب او الجهاز شايف ان هم مهمين جدا في الفتره اللي جايه ما كانش اتاخد معاه القرار ده بمنتهى الامانه، ما كانش اتاخد معاه القرار دوت. اتاخد معاه القرار دوت عشان ممكن ما يكونش عمرو من وجهه نظرهم ان هو مؤثر في الفتره اللي جايه. شفت بقى الاهلي، النادي الاهلي ما يفرقش معاه الكلام ده خالص، ما يفرقش معاه الاسماء، غلطت مهما تكون مين هتتحاسب. بص كابتن دي حاجات كبيره جدا في النادي الاهلي، ما وفي يعني نفس الوقت يا كابتن ممكن اللعيب هيجيب لك كاس العالم اساسا نقول له لا شكرا. ما يا كابتن بص يا كابتن هي السياسه بادئه من فوق، حضرتك بتطبق العداله على الناس كلها، فانت فعلا لما النادي الاهلي بيجي اي حد بيغلط بيتعاقب عشان الكبير بيتعاقب، لكن مع احترامي يا كابتن لا، انا شايف ان عمرو غلطان، عمرو اخطا، عمرو ما تعاملش مع الموضوع باحترافيه، لكن وعلى فكره انا مع قرار ان هو يستبعد، لكن انا بتكلم في فكره، هل تتكلم فكره العداله بالظبط، هل العداله دي اتطبقت على الناس كلها ولا لا؟ يعني هل العداله اتطبقت ولا لا؟ فانت لو بتطبق العداله على الناس كلها انا موافق. ما كانش في حد ياخد قرار اصلا. انا موافق. وبعدين يا كابتن مع احترامي يا كابتن، ليه القرار اتاخر يوم الماتش لغايه يوم الماتش؟ مش الموضوع ده كابتن حصل بعد الماتش الاولاني؟ والله يا ابو مجد انا ما عايز اتكلم في القصه دي لان هي قصه بصراحه الكلام فيها شائك جدا جدا، في حاجات كتير جدا ممكن نتكلم فيها، لكن انا كابتن ما هو الموضوع كابتن بيعيد نفسه كابتن، نفس الاخطاء اللي حصلت في كاس العالم متهيألي يعني اتكررت، ويمكن ال 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 العقاب اللي تم دوت هو تم عشان الموضوع فردي دلوقتي. تم عشان موضوع فردي يعني مع شخص واحد. طب ماشي، انت الاخطاء ديت اللعيب عندك اخطاء في كاس العالم، الاخطاء كم الاخطاء اللي وقع فيها مثلا اعضاء اتحاد الكوره واتحاد الكوره والمنظمين والناس المسؤوله عن المنتخب، ما تعجبوش ليه؟ ما هم مع احترامي يعني زي ما هم موجودين. انا بص يا كابتن انا ما بحبش خلي بالك النقطه ده كابتن سبب مشاكل كثيره جدا في مصر بما فيهم التحكيم، ان انت ما بتاخدش قرار مع الكبير فبتيجي تظلم الصغير، فالصغير لما بيجي يعترض بتعاقبه، الكبير لما بيجي يعترض ما بتعاقبوش. هو المشكله هي دي يا كابتن. اسكت اسكت. المشكله انا بتكلم في العموم، يعني في العموم يعني انا لما اجي اعاقبك انا باي عين اعاقبك، بس أنا في العموم يعني أنا بتكلم في العموم ما بتكلمش على حالة معينة، لكن كلنا بنغلط ومفيش حد أساسا كامل خالص ولا في حد منزل، يعني غير بقى خلاص يعني الموضوع انتهى، كلنا بنغلط وكلنا ما غلطنا ربنا وربنا ستار، ولو ومتهيألي يا كابتن يعني أساسا سترك كنا زماننا كلنا تعرينا قدام بعض كلنا بلا استثناء بلا استثناء. ومتهيألي يا كابتن يعني نجوم كبار وقعوا في نفس الموضوع دوت، ويمكن يعني اتعامل معاهم بشكل مختلف شويه، فبرضه يعني احنا الراجل اخطا وكل حاجه بس مش هنذبحه. زائد كابتن كمان يا كابتن منتهى يعني انا زعلان جدا ومتضايق جدا من اللي انا شايفه كميه التشهير بيه، يعني لا غير طبيعيه، يعني الناس كلها تحس ان هي فرحانه فيه، او الناس كلها خلاص بقت مع احترامي ملائكه عشان كل واحد يتكلم ده عمل ده سوى ماشي اللعيب اخطا بس مش هذبحه، اللعيب اخطا مش لازم اعمل عليه الشو دوت في الفتره دي. طب كان ممكن يعملوا ايه غير قرار استبعاده؟ يعني الموضوع اتكرر في المعسكر مرتين، كان ممكن يعملوا ايه في كابتن؟ انا معاك غير قرار استبعاد كابتن، انا معاك، انا مش لا لا انا مش متبني رايي فعلا، انا والله فعلا انت عارفني صريح جدا والناس عارفاني، لكن انا فعلا مش متبني رايي، انا مش عارف اتبنى رايي في هذه القضايا تحديدا، لكن عمرو غلطان ما طبعا فيش خلاف طبعا فيش خلاف. ان انا اخد قرار كاتحاد كوره ما ينفعش ارجع فيه، ده رايي طبعا. عشان كده بقول
ايا كان القرار، مش قرار استبعاده او قرار رجوعه، انا بتكلم في العموم. عشان كده بقول القرار لازم يبقى بتأني شديد جدا جدا. لما الاداره دايما بضرب مثل بالادارات الناجحه جدا زي اداره النادي الاهلي ايا كانت، وخناقه في الاداره اللي بقياده الاسطوره محمود الخطيب، لما بياخد قرار بيقولوا اتاخر ده مش، لكن بياخد قرار ما بيرجعش فيه خالص خالص. واكيد انتوا حضراتكم عارفين وعارفين تاريخ النادي الاهلي. فعشان كده بقول كان ايه القرار البديل؟ صعب. لا صعب جدا، مش هتلاقي حاجه غير كده. لا طبعا، هو انا القرار كابتن صح. يعني القرار احنا مع القرار، وفعلا شفت بقى المفارقه يعني صح. طب طب ما نرجعه، بس يا رب دي تبقى سنه اللي بعد كده يا رب. لا دي انا عايز هو عمرو يتعلم طبعا، عمرو، لان عمرو لعيب لعيب مع التزامه. عمرو من زمان مش 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 قصدي ملتزم في حاجه معينه او مش ملتزم في حاجه معينه، عمرو من زمان تقول لك لا عمرو لعبي، عمرو لو التزم فعلا هيبقى لعيب تاني خالص خالص. كابتن هو القرار فعلا يستبعاده ده نهائي يعني النهائي ما يجيش المنتخب؟ لا في دلوقتي محمد صلاح، سمعت خبرين، محمد صلاح والمحمدي وعبد الله السعيد، وفي كمان خمس لعيبه بالظبط قعدوا مع المهندس هاني ابو ريده لساعات متاخره، قالوا لغايه الفجر قعدوا علشان يقنعوهم ان هم يرجعوا عمرو ورده تاني. وشفت طبعا ردود افعال اللعيبه لما جبنا الهدف الاول والتاني، كان اللعيبه بيقولوا طبعًا عايزين عمرو ورده تاني. يعني طبعا دي روح هم عارفين كلنا بنغلط طبعا بين اللعيبه، كلنا بنغلط طبعا. لكن انا يعني لازم الوم على عمرو شويه، انت لنفسك، انت لنفسك انت حبيب قلبي، يعني انت لسه صغير، كلنا عملنا بلاوي، كلنا عملنا بلاوي، انت عارف اللعيبه ابو المجد، وعارف ان احنا كنا صغيرين، كله بيعمل بلاوي، ربنا بيستر مره واثنين وثلاثه واربعه، في مش في معسكرات وتجمعات وحاجه مستقبل ليك انت، وانت قد كده 500 الف مره لو ركزت. فانا عايز الموضوع ده ليه هو قبل، انت عارف قبل اي حد. يعني الموضوع ده حصل ليه؟ يا رب يكون ليه ربنا يعني. لا انت عارف الموضوع ده حصل ليه؟ بمنتهى الامانه عشان ما فيش ليدر قوي في المنتخب، ما فيش ليدر قوي في المنتخب، ما فيش قائد في المنتخب. طب يا ابو المجد ماشي، انا هختلف معاك شويه، انت هتبقى رقيب عليا ازاي في كل حاجه؟ مش رقيب يا كابتن، بس هي الفكره يا كابتن لما بيبقى عندك 3 4 في المنتخب شخصيتهم قويه، مجرد يا كابتن ان هم في اجتماعاتهم في لمتهم في قعدتهم ما بيديش للعيبه كابتن مساحه ان هو يفضل مثلا ماسك التليفون كتير. يعني ممكن يبقى الجهاز سامح بالتليفون يا كابتن، يعني ممكن الجهاز بيبقى سامح بالتليفون، لكن اللعيبه او كابتن الفرقه في جوه لا بيلم الحاجات دي، او ان هو لا لا ممنوع التليفون هيتقفل الساعه كذا. بتبقى ده كابتن ده دور الناس الكبيره في الفرقه، الناس اللي هي عندها شخصيه قياديه في الفرقه. الموضوع اختلف وتحمل المسؤوليه اختلف. انت كلامك صح جدا جدا، احنا كنا بنقعد مع كباتن الفرقه، وانت انا كنت كابتن فرقه مثلا، بتقعد مع اللعيبه، اللعيبه بيستوعبوا فعلا الكلام طبعا، وهم بس هم عايزين كده، غير ان انت بتقعد تستوعب الكلام وانت في حته تانية خالص كابتن. لا بس الشخصيه اللي بتاثر عليك كابتن او اللي بتكلمك. يعني كابتن حسام حسن لما يجي يقول للعيبه تليفونات خلاص خلاص، كابتن هادي خشب تليفونات خلاص، كابتن وليد صلاح، يعني اقصد في نماذج كابتن شخصيات في الفرقه. لا يعني احنا الواحد دخل النادي الاهلي حتى مع الحاله الاحترافيه اللي انت فيها يا ابو المجد، الحاله الاحترافيه انت عايش حاله احترافيه، فالمفروض تكون محترف حتى في التجمعات الصغيره دي، بطوله كبيره جدا بحجم بطوله افريقيا بتلعبها في مصر وسط جمهورك. كابتن خلينا نتفق ان احنا ما وصلناش للمرحله ديت، مرحله الوعي حتى اللعيبه اللي احترفوا فعلا بالظبط. يعني باستثناء طبعا صلاح بوزجي، يعني باستثناء محمد صلاح والمحمدي وعبد الله السعيد وحجازي وليد سليمان، دول اللي كانوا قاعدين مع المهندس عنا بوريده عشان يقنعونا عمرو ورده يرجع تاني. ما كانش في قرار بديل ان غير ان هم يستبعدوه، ولا كان عندك كان ممكن يعملوا ايه قبل كده؟ اول مشكله يقول له عمرو ما تعملش ايه وانت منتخب. لا الموضوع كابتن عشان خد شكل مختلف، وبرده القرار ان يتاخد في التوقيت ده برضه انا بعترض برضه يا كابتن. يعني او ان انا يعني عندي علامه استفهام في ليه التاخير لغايه يوم المباراه التانيه. دي كانت مشكله ثانيه. اصل دي كانت مشكله ثانيه. لو انت مش متابع ما كانوا في مشكلتين، مشكله اولى وعدت، مشكله بقى ثانيه حصلت قبل المباراه بيوم. بس يعني المشكله الثانيه عمرو اتكلم فيها ان الموضوع مفبرك. ما طلع طلع اعتذر وقال لا الكلام ده فعلا، وانا لا يا كابتن يبقى يستبعد. ما انا
طلع اعتذر عن كل اللي عمله وقال انا يا جماعه انا اخطات فعلا وان شاء الله مش هيحصل كده تاني. يبقى القرار كابتن بمنتهى الامانه سليم، يعني القرار بمنتهى الامانه سليم. يبقى في حاجه او حضرتك اخطات والموضوع طب ماشي وبعد كده موضوع تاني، لا يبقى الموضوع مشكلتك انت. نوعيه الاعلانات اللي بيعملها لعيبه المنتخب المصري اتفرجت عليها؟ ايه رايك فيها؟ معاها ولا ضدها؟ نوعيه الاعلانات؟ لا مش معاها طبعا. مش معاها. انا شايف يا كابتن ان لعيب منتخب مصر ده حاجه كبيره، ما ينفعش يستغل الاستغلال ده. جميل قوي. انا بتفق معاك يعني شكلا وموضوعا برضه، حتى في الكم يا كابتن، في الكم كتير جدا. ماشي. انا اتشرفت بيك جدا كالعاده ابو المجد، وببقى سعيد جدا في الحديث معاك، وبتتكلم بمنتهى الصراحه وبمنتهى الشفافيه وبمنتهى المصلحه العامه طبعا في كلامك قبل اي حاجه. طبعا شكرا، شكرا جزيلا، وان شاء الله موفق مع حسن وسلم عليه كتير جدا، ان شاء الله تكسروا الدنيا ان شاء الله كابتن، ونشوف بني سويف في الدوري الممتاز على ايديكم باذن الله. يا رب يا رب ان شاء الله كابتن. انا يعني سعيد جدا بوجودي معاك كابتن، وانت من الناس اللي انا بعتز بيها جدا، وبتمنى لحضرتك التوفيق، وبتمنى لقناه النادي الاهلي مزيد التوفيق. ربنا يخليك، ربنا يخليك، نورت وشرفت. ربنا يخليك. دي كانت فقرتنا الاولى، اتكلمنا فيها مع حضراتكم في كل المشاكل اللي بتتكلموا عليها بمنتهى الصراحه ومنتهى الشفافيه، مع ان انا ما قلتش رايي ومش هقول، يعني الموضوع بقى صعب جدا، لكن اتشرف بيكم دايما. بعد الفاصل هيكون معاكم زميلي العزيز محمد سعيد، هيكون معايا كابتن محمود سليم محلل الاداء في النادي الاهلي سابقا. شرفت بيكم، مع الف سلامه. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. والفقرة الحوارية الثانية من برنامج الأهلي ليلة فقرة فنية تكتيكية، فقرة فيها تفاصيل مختلفة شوية. وضيفنا النهاردة ضيف مش عادي، لأن احنا يعني قدرنا في الوقت الضايع زي ما بيقولوا نلحقه كده قبل ما يرجع للسعودية ويواصل مشواره مع نادي الوحدة السعودي، لأنه أحد الشخصيات اللي احترفت هذه المهنة بشكل كبير جدا، وكان ليها دور كبير في مرحله مع النادي الاهلي، وحاليا من حظ الاخوه طبعا في السعوديه ان هو موجود معاهم في نادي الوحده السعودي. ضيف النهارده الكابتن محمود سليم، محلل اداء النادي الاهلي السابق ونادي الوحده السعودي الحالي. كابتن محمود ده برحب بيك، منورنا ومشرفنا في قناه الاهلي. اهلا بيك يا كابتن محمد، وسعيد جدا انا موجود معاكم، وطبعا قناه الاهلي دي بيتي والنادي الاهلي بيتنا، وتعلمنا فيه كتير. تمام، انا برحب بيك ومبسوط ان انت معايا النهارده. اهلا بيك. وهو في اجازه سريعه كده قبل ما يبدا بقى فتره الاعداد مع نادي الوحده السعودي خلال الفتره القادمه، لكن في جزئيه مهمه وانا ابدا بتكلم مع الكابتن محمود وامهد بس فكره محلل الاداء او السكاوتنج بالمعنى الادق لهذه الوظيفه اللي بتبقى مهمه جدا لاي عمل داخل الجهاز الفني للنادي الاهلي. محلل الاداء ده دوره بيوضح الامور الفنيه الرقميه من خلال كاميرات تصوير ومن خلال شركات بتعتمد على هذه المهنه لتقديمها في الاخر في تقرير مفصل للجهاز الفني او للمدير الفني، بمعنى ادق هي الصوره او المراه اللي بتبين للمدير الفني شكل الفرقه او المنافسين لما بيجي يلعبوا، كده مظبوط؟ ده بالظبط. وطبعا مش بس الفرقه، كمان انت بتشتغل في التدريبات، بتصور كل يوم التدريبات، بتشتغل على حاله اللعيبه النفسيه، حتى يعني بتشتغل ادق التفاصيل، لو في لعيب نفسيا في ملاحظ في حاجه في التمرين او حاجه بتبتدي تتكلم على المدير الفني، بتشتغل على اللعيبه فرديا، ان انت اللي تقدر توضح للمدير الفني في مثلا مشكله عند لاعب ما في الفينشنج مثلا، فده لا المدير الفني يبتدي يوجه التمرين بتاعه لان هو يطور اللاعب ده في الجزئيه اللي عنده دي. فبالطبع يعني التحليل الاداء بقى جزء لا يتجزا من العمليه التدريبيه او من الوحده التدريبيه الاسبوعيه للمدير الفني، لانه بيبني كتير من شغله بناء على الارقام وبناء على الاحصائيات وبناء على الفيديو وبناء على كل المعلومات اللي بتتجمع دي. طيب انت بدات وخدت دورات تدريبيه وسافرت عملت معايشات في المانيا وتحديدا في نادي بروسيا دورتموند تحت 19 سنه فريق الشباب، وايضا كمان في احدى الانديه الالمانيه في الدرجه الثالثه، وكمان عملت معايشه مع المنتخب الوطني الاول ايام هيكتور كوبر ومع محمود فايز اللي كان بيقوم بنفس الدور مع الجهاز الفني للمنتخب في الفتره السابقه، وايضا كان ليك تجربه، واعتقد التجربه دي كان ليها السبق ان هي تنشر المساله دي في مصر، تجربه هنا على الاهلي
فكره تحليل الاداء والسكاوتينج وانك تقطعه فكره الاداء الفرق اللي بتلعب مع الاهلي او اداء فرقه الاهلي ده في حد ذاته. وحتى انا افتكر ايام المدير الفني الاسباني جاريدو كان لكم دور حتى في مباراه الفاينل الافريقي مظبوط مباراه سيو سبور. فالفكره انتوا بداتوها او تحديدا انت بداتها على المستوى الشخصي وبعد كده استمرت وحتى دلوقتي بقت خلاص الانديه بقت تعتمد عليها. اي نعم مش بالشكل اللي زي ما بيحصل في اوروبا لكن نوعا ما بالظبط. هنا على الاهلي كان طبعا دكتور عمرو عبيد وكان كل القائمين على العمل وكان تحديدا محمود خليفه وهشام الفقي كانوا الثلاثه هم كلموني بعد فتره طبعا من الشغل وهم في البرنامج ابتدوا ان هم بيحاولوا يطوروا البرنامج فبيشوفوا المواهب اللي بتظهر. فعلا تعاوننا مع بعض وعملنا شغل مميز جدا في الجزئيه دي بالذات خصوصا على السوشيال ميديا كان البرنامج فعلا متابع بشكل كبير جدا. بالظبط. طيب فكره بقى المعايشه والدورات التدريبيه اللي خدتها ومن خلالها اعتقد الاخوه في السعوديه او المسؤولين هناك ابتدوا يلقوا النظر شويه على الناس اللي بتشتغل في الجزئيه دي في مصر. ممكن نوضح برضو معلومه مهمه لان ناس كتير بتبعت لي تسالني في الموضوع ده ازاي انت بدات او ازاي انا ابدا في مجال زي ده خصوصا ان هو ملوش دراسه معينه. يعني دايما الشركات بره كل شركه مثلا عامله نفسها سوفت وير معين بيشتغل بطريقه معينه لما بتعمل دوره لمحلل اداء بتعمل الدوره في السوفت وير بتاعي ازاي تستغل السوفت وير ده ازاي تقراه ازاي تطلع منه فيديو او احصائيه او فالموضوع ان هم مش بيعلمك تحليل اداء هو بيعلمك ازاي تشتغل على ده. فحاولت اتواصل مع ناس بره فابتدوا ينصحوني لا انت يعني نصيحتي ليك ما تاخدش دوره انت تحاول تشوف محلل اداء وتشوف هو بيشتغل ازاي لان الموضوع يعني حتى الان هو معتمد على خبرات اكتر او على تجربه عمليه اكتر. ابتديت اتواصل مع كابتن محمود فايز وكان قمه في الاحترام والتعاون وقدر يعني قعدت معاه اكتر من مره وعلمني كتير واستفدت منه كتير جدا. قدرت اتواصل مع محلل اداء في بروسيا دورتموند تحت 19 سنه تعلمت منه كتير جدا جدا وشرح لي العمليه بالتفصيل وفرجني فيديوهات وازاي بيشتغل هو المدرب العام والمدرب الاول وحتى شرح لي ازاي في برشلونه مثلا بيشتغل والتيم كله بيشتغل ازاي فتعلمت واستفدت منهم كتير جدا. تمام. مين بقى الخطوه اللي بتنتظرها خلال الفتره الجايه تعمل معاه معايشه؟ حلم حياتي بيب جوارديولا طبعا. طبعا ده حلم حياتي ان انا اشتغل معاه كمان مش ان انا اعمل معايشه بس ليه لا اشتغل معاه واكون عضو في تيم العمل بتاعه لانه هو مش عنده محل اداء واحد هو معاه مساعد في الجهاز الفني بيبقى مسؤول عن تيم سكاوتنج وتحليل اداء. معقولة. التيم ده فيه عدد مهول جدا في مانشستر سيتي في احيانا في مباريات مهمه جدا بيبقى مثلا لكل مركز في الملعب محلل اداء لكل مركز محلل اداء يعني مثلا لو في مباراه فاينل لا بيبقى لكل مركز محلل اداء لوحده وفي الاخر المانجر بتاعهم ده اللي هو مساعد في الجهاز يبتدي يجمع كل المعلومات دي ويختار منها اهم المعلومات من وجهه نظره ويبتدي يجهز التقرير ويعرضه على جوارديولا. يعني السكاوتنج اداره لوحدها اداره كبيره جدا ضخمه طبعا في كل الانديه مش مانشستر سيتي بس برشلونه ريال مدريد كل الانديه الكبيره في العالم حاليا بقى فيها اداره سكاوتنج منفصله تماما عن كل ما يدور جوه النادي. ناس بتشتغل على صفقات وعلى الفرق المنافسه بيبقوا متقسمين بطرق معينه يعني في كل نادي بيحط الاستراتيجيه او الخطه بتاعته بشكل منفصل تماما بالطريقه اللي تناسبه. في نادي مثلا بيكون فيه خمسه يشغل منهم اربعه على الصفقات واحد بس مع التيم يحل الفرق المنافسه. في انديه تانية لا احنا اربعه كل واحد بيمسك يعني في برشلونه هم اربعه تيم سكاوتنج كل واحد مسؤول عن ست فرق في الدوري بيروح يصور ماتشاتهم من اول موسم هو عارف يروح يصور الماتشات ويجهز تقارير مفصله عن كل فريق منهم. وفي بطوله اوروبا بيبقى ليه فريق كل اسبوعين في بيبقى ثلاثه معاهم 18 فريق بتوع الدوري بيتفضل واحد الاخير ده بيصور التدريبات وبيصور مباراه برشلونه نفسها وبيبتدي يعمل تحليل للفريق نفسه والمساعد الثاني في الجهاز الفني بيشرف على الناس دي ويبتدي يجمع المعلومات دي كلها ويعرضها على المساعد الاول المدير الفني اللي هو والمدير الفني بيختاروا منها الكبسولات زي ما بيقولوا لنا اللعيب طبعا مستحيل تقعد تحشي دماغه بالمعلومات انت لازم تاخد الكبسوله او الحاجه المهمه بالظبط وتديها له. فهذه كانت العمليه اللي انا عرفتها بتتعمل في برشلونه تحديدا في فتره لويس انريكي. يعني السكاوتنج اداره من مجموعه اشخاص في اشخاص بتقوم بالتصوير في اشخاص بتقوم بالتحليل البيانات في اشخاص بتقوم بكتابه التقارير وفي الاخر كل ده بيروح في تقرير مفصل للمساعد للمدير الفني وفي الاخر بيتم بقى العرض عليه في اجتماع للجهاز الفني ويبدا يشتغلوا على ده ويجهزوا التقرير اللي بيتعرض على اللعيبه في محاضره المباراه. تمام. ده شيء رائع جدا يا محمود والله. طيب في السعوديه مع نادي الوحده انت محلل الاداء الرئيسي بتاعهم ولا برضه بيتم التعامل مع شركات؟
مع ميدو كنت انا محلل اداء ومعايا واحد سعودي كمساعد، وفي شركتين واي سكاوت ونستات، شركه روسيه واحده ايطاليه، النادي متعاقد معاهم، غير السوفت وير كان مختص ان انا بشتغل بيه لايف اوقات الماتشات لو مطلوب حاجه من المدير الفني. انا طبعا انت برضو في الاول والاخر اللي بيحدد لك المهام بتاعتك المدير الفني، وكل مدرسه تدريبيه لوجهه نظر معينه في محلل اداء يشتغل ازاي معايا. بعد ميدو مع المدير الفني الارجنتيني خوان براون كان في مساعد معاه، وانا المحلل الاداء اللي بعده. تمام. فكنت انا بعمل شغل وبعرضه على المساعد، والمساعد هو اللي بيتواصل مع المدير الفني. تبدا فتره الاعداد امتى ان شاء الله؟ ان شاء الله انا مسافر الاثنين او الثلاث، وهنسافر سلوفينيا عندنا معسكر اعداد ان شاء الله. بالتوفيق يا رب يا محمود. شكرا جدا. طيب فرصه وانت معايا بقى استغل وجودك في مصر في بطوله الامم الافريقيه. انت محضر لنا مجموعه صور على اداء منتخب مصر خلال المباريات الاخيره. بالظبط. تبدا معانا، وايه اللي عندك بالنسبه لمنتخب مصر؟ منتخب مصر في مباراه امبارح بالتحديد ضد الكونغو كان ظهر في المباراه الاولى ضد زيمبابوي مشكله دفاعيه في طريقه التمركز الدفاعي للاعيبه المنتخب، خصوصا الناحيه اليمين، لان محمد صلاح دايما معلق فوق، ففي مشكله محمدي دايما بيروح عليه 2-1. ظهر في مباراه الكونغو ان احنا شفنا عبد الله السعيد كان رابع في وسط ملعب ناحيه اليمين. بالظبط. عبد الله السعيد رابع ناحيه اليمين. فكانت الطريقه بتتغير ل 4-4-2. محمد صلاح عبد الله السعيد اللي بيساعد المحمدي دفاعيا، ومحمد صلاح زي ما هو معلق هجوميا جنب مروان محسن. نقدر برده نشوف الصوره اللي بعدها نفس الفكره اتكررت اكتر من مره، محمد صلاح واقف وعبد الله السعيد تحته وهكذا في الصوره اللي بعديها. لا دي الصوره اللي قبلها اللي بعد. بعد كده بدات بقى، لا دي حاله محمد النني في حاله بناء اللعب. محمد النني كان بينزل تحت ايمن اشرف بيزق لقدام شويه عند خط النص. محمد النني بينزل تحت ويستلم بحيث ان انت تعمل ستريتش لوسط ملعب كونغو، لان لازم واحد منهم هيخرج ورا النني يضغط عليه، فبتبتدي تظهر مساحه صغيره في قلب الملعب ان انت تبني منها. بس دايما كان عندنا مشكله في جزئيه صناعه اللعب دي، تحديدا في نص الملعب ما كانش فيه ابتكار، لان دايما المنطقه دي هي منطقه الكرييشن في كره القدم، هي منطقه الابتكار، هي المنطقه اللي بتوصل التلت الهجومي، بتوصل الكره التلت. بالظبط. كان في مشكله كبيره جدا امبارح، دايما ما كناش قادرين نوصل لمحمد صلاح وتريزيجيه ومروان من المنطقه دي، كان دايما كرات كتير ضايعه او في الاخر بنضطر نلعب الطويله، والطويله دايما لعيبه منتخبات الافريقيه او مهارات فرديه لتريزيجيه او بتيجي الكره من على الاطراف. بالظبط. لكن قلب الملعب عبد الله صناعه اللعب من عمق الملعب، لا كان عندنا مشكله كبيره جدا، خصوصا لحد الجول تقريبا لحد دقيقه 20 الهدف الاول احنا ما كناش قادرين نعدي نص ملعب الكونغو، كانوا دايما ضاغطين علينا بالشكل ده. بنضطر في الاخر ان احنا نلعب الكره طويله وخلاص، يا اما اعتماد على فرديات تريزيجيه تحديدا اللي عمل المباراه كبيره جدا جدا. دي بدايه الفكره، ايمن بيبتدي يتقدم وانني بينزل تحته. يبتدي يصنع اللعب هو من المنطقه دي ويسحب حد من نص الملعب معاه. تمام. يبتدي يخلق مشكله هنا، المفروض في الحته دي بقى بيظهر عبد الله السعيد او طارق حامد يساعد ان هو يستلم الكوره. ده من اهم مبادئ يعني صناعه اللعب دايما في الكوره، ان انت تسند وتساعد زميلك تخلق له حل. يعني ان لما مسك الكوره ما كانش في اي حل قدامه غير ان هو يرجع لحجازي تاني، حجازي بيمسك الكوره ما فيش قدامه حل، تبتدي تلعب الكوره الطويله. بالظبط. فدي كانت مشكله كبيره جدا بيعاني منها المنتخب في مباراه امبارح. طيب الصوره اللي بعدها ده الهدف. لو شفنا من بدايه الكوره عبد الله السعيد ومحمد صلاح كانوا عاملين 2-1 في ركله ركنيه، دي يعني دي غلطه ساذجه جدا. الكرات الثابته بالتحديد المدير الفني يعني بياكد عليها مره واثنين وثلاثه في التمرين وفي محاضره المباراه وجوه اوضه اللبس قبل المباراه، بيعلقوا ورق وياكد على كل لعيب لو الكره باصت مين هيجري ومين الاثنين اللي هيروحوا يقابلوا ومين مسؤول عن ايه. فدي غلطه يعني ساذجه جدا من اللعيبه، اكيد المدير الفني ماكد عليها مره واثنين. فانه صلاح وعبد الله السعيد يعملوا الباص ويروحوا 2-1، دي كانت مشكله كبيره جدا من منتخب الكونغو، وقدرنا نستغلها. واعتقد يعني الكره الثابته بالذات، خصوصا ان انت عانيت من صناعه اللعب، فان انت تستغل الكره الثابته دي حاجه يساعدك ايجابيه جدا. طبعا العوامل السلبيه هتبقى فرصه الفوز صعبه جدا. بالظبط. دي عامل ايجابي جدا يحسب لك. تمام. الصوره اللي بعدها دي كانت البدايه، ان هم محمد صلاح وعبد الله السعيد 2-1، واقرب لاعب كان عن نقص منطقه الجزاء لسه بعيد قوي، فصلاح استلم في المساحه دي وعمل الكروس صنع منه الجول. طب انت ممكن من وجهه نظرك من خلال هذه الصوره والفراغ اللي بتتكلم فيه المساحه دي، احنا لعبنا عليه ولا ده خطا تكتيكي من المنافس؟ احنا لما اكتشفنا ان في خطا في المنافس لعبنا على ده؟ لا احنا دي بتعليمات من المدير الفني من بدايه المباراه، لان في كل الحالات كلها كده، في كل الحالات دايما لو صلاح اللي بيرفع عبد الله السعيد واقف جنبه مستنيه يعمل له الباص،
ولو الناحيه الثانيه عبد الله السعيد اللي بيرفع صلاح بيبقى واقف جنبه، حتى في كوره ثابته في نص الملعب برده كان الاثنين واقفين على الكوره، فهي لا هي لعبه متفق عليها، متفق واضح عليها. لا واضح متفق عليها طبعا. تمام. الصوره اللي بعدها دي صناعه الهدف، بس دي بعد ما تريزيجيه عمل المجهود بتاعه طبعا في نص الملعب. بالظبط. في بدايه الهجمه كنا طبعا برده بنفس التمركز اللي قلنا عليه 4-4-2، عبد الله السعيد يمين وتريزيجيه شمال. اول ما قطعنا الكوره كان صلاح معلق دايما، فعنده مساحه كبيره ورا الباك ليفت بتاعهم، قدر ان هو يستغلها طبعا، والفينش بتاعه كان اكثر ممتاز. طيب تحرك تريزيجيه في لعبه زي دي، ده تحرك فردي تفكير تريزيجيه ولا ده شغل جهاز فني؟ لا ده عامل ابداع فردي اكيد. ابداع يعني فردي بالظبط، عامل ابداع من تريزيجيه لانه عمل مراوغه اكتر من مراوغه، دخل لعمق الملعب، فلا ده ابداع. بس التمركز بتاع صلاح ومروان لا ده تعليمات مدير فني، لان انا قررت اكتر من مره الاثنين واحنا بندافع فاتحين دايما عاملين ستريتش الملعب بالعرض، الملعب بنفتحها فاتحين واقفين ورا الباكين في المساحات اللي هي الباكين بتوع الكونغو متقدمين وسايبينها، فالاثنين واقفين وراهم بنقدر نستغل المساحات دي بشكل كويس جدا. تمام. وعملنا فعلا في هجمه مرتده كمان اتعملت، بس مروان عمل الباص ضعيف سنه، المدافع قطعها قبل صلاح. طب قبل ما نروح للصوره اللي بعدها، احنا عندنا مشكله في تمركزات اللعيبه في الملعب في الحاله الهجوميه، في مشكله في الحاله الدفاعيه اتحسنت كتير الماتش ده، زي ما قلنا بان عبد الله السعيد مال ورا محمد صلاح، فحسنا المنظومه الدفاعيه المنتخب بعكس مباراه زيمبابوي، عانينا كتير جدا، كان خما بليات والباك ليفت كانوا دايما بيروحوا على المحمدي، فعانينا دفاعيا بشكل كبير. لكن التنظيم في الحاله الهجوميه لا، في مساحات كبيره بين اللعيبه، ما فيش يعني اللعيب حامل الكوره ما بيلاقيش اكتر من حل ان هو يقدر يبني الهجمه عليه، ودي كانت حاجه غريبه بالنسبه لي، لان اجيري اول ما بدا كان شكل الفريق احسن كتير، وكان بيصنع اللعب بطريقه مختلفه عن اللي شفته في المباراه دي، لان كان دايما بنشوف طارق حامد او علي غزال بينزل بين قلبين الدفاع ويعملوا ثلاثه ورا، وبنشوف اثنين في نص الملعب قدامهم، فبنشوف اكتر من حل دايما ان انت تبني الهجمه وتطلع عليه. كنا دايما التمركز بتاعنا 3-4-3 واحنا معانا الكوره، فعندك حلول على الاطراف، عندك حلول في العمق، عندك حلول قدام، فكان شكل الفريق في المباراه اللي هي في بدايه اجيري بالتحديد افضل. وان كنت اشوف برضو ان هو عشان ممكن علشان غير الطريقه، لانه كان في البدايه بيلعب 4-3-3، بعد كده غير بقى يلعب 4-2-3-1 حاليا، فدي ممكن تكون سبب برضو. طيب الصوره اللي بعدها دي بدايه الهجمه، زي ما قلنا مروان ومحمد صلاح فاتحين عرض الملعب، الاثنين واقفين كده دايما والفريق بيدافع، هم ما لهمش دعوه خالص، هم واقفين فاتحين مستنيين اول ما تقطع الكوره تبص لهم في ظهر الباكات بتاعه الكونغو، فانت قدرت تستغل ده فعلا. دي اللي جه منها الهدف بتاع بالظبط، دي بدايه الهدف، دي بدايه الهجمه. اول ما تريزيجيه قطع الكوره وابتدى يراوغ. تمام. طب دور الباكات فين؟ ما هو الباكات بتاعه منتخب مصر محمدي وايمن اشرف في هجمه مرتده زي دي، بلاحظ دايما ان محمدي وايمن ثابتين، واللي بيقوم بالدور تريزيجيه وصلاح. بالظبط. بس في بعض الحالات كان بيحصل انطلاقات، لكن انت برضه بتعتمد على حاله الهجمه نفسها، لو انت في هجمه منظمه لا المحمدي وايمن بيبقوا قدام بيبقوا معلقين، انما انت في هجمات مرتده دايما هو كان ورا بيدافع، فانت قطعت الكره وتحولت بشكل سريع جدا، والاثنين برضه لازم نحط في اعتبارنا ان الاثنين مش عندهم السرعات الكبيره انه يقدر، يعني ايمن اشرف مش عنده السرعات الكبيره انه يقدر يتحول هجوميا مع تريزيجيه بنفس السرعه بنفس الاداء. لا ده صعب، بعكس مثلا في النادي بنشوف، في النادي الاهلي بنشوف علي معلول بيعمل التحول في الهجمات المرتده دي، دايما لاعب سريع وعنده سرعه الانطلاق عاليه جدا، فبتقدر تشوفه ظهر في الهجمات المرتده بالذات. طيب الصوره اللي بعدها دي بدايه الهجمه خالص، في الاول خالص التنظيم الدفاعي بتاعنا 4-4-2، عبد الله السعيد يمين وتريزيجيه شمال، وقدام مروان ومحمد صلاح. دي بدايه الجول من اول حاله خالص. تمام. لكن وقفتنا كده في الملعب مظبوطه بشكل كبير، انت مايل في اتجاه الكوره، كل الحلول اللي جنب اللاعب اللي معاه الكوره عليها ضغط، عبد الله السعيد مع لاعب، حتى محمد صلاح هناك واقف واخد لاعب معاه، مايل اكتر دفاعيا، لو حتى هما فكروا يحول يغير الهجمه الناحيه الثانيه، في احمد المحمدي مش مقرب في حضن محمود علاء، لا فاتح شويه جدا. بالظبط، فهو متوقع انه ممكن تتلعب بالشكل ده، بس في الحاله دي لازم هو وايمن، لان 2-2 في العمق خطر جدا، لازم هو ايمن يقربوا اكتر. دي لو مع منتخبات اخرى زي السنغال او نيجيريا تعمل كره طويله، الكره الثانيه هتبقى بتاعتهم، وحصلت بالزبط. في بدايه المباراه اخذوا كره ثانيه من ايمن اشرف ردها بالهيد، اخذوا كره ثانيه وتصويت على الشناوي، فدي تعمل مشكله لو انت الباك فاتح قوي، لا الاثنين على اثنين في عمق الدفاع دي صعب. تمام. طيب الصوره اللي بعدها ده تاكيدا برضو لفكره صلاح وعبد الله السعيد، خلف بعض على طول. بالظبط، دايما كان عبد الله السعيد اول ما الكوره بتقطع مننا هو بيرجع كده، بس واحنا معانا الكوره لا كان بيبقى في مكانه عادي في عمق الملعب كلاعب رقم 10 بيحاول يصنع اللعب،
طبعا هو يعني حتى الان في البطوله ما ظهرش بمستوى مقبول يعني اكيد مش شايفين تاثيره بشكل كبير، بعكس فترات قبل كده كان عامل ثنائيه مع محمد صلاح خصوصا في بطوله 2017 كانوا الاثنين بيصنعوا لبعض ويسجلوا الاثنين، كانوا مؤثرين اكتر. ممكن ليها علاقه بطريقه اللعب؟ اعتقد لا ملهاش، لان في فتره كوبر كان عليه تعليمات دفاعيه اكتر وكان اوقات بيعمل الشكل ده واوقات النني هو اللي بيروح وكان بينزل هو جنب طارق حامد. فلا ما اعتقدش طريقه اللعب، هو ممكن برضو عامل السن الفورمه ممكن ده اثر عليه بشكل كبير. هو عامل السن بالذات كمان لما يكون البطوله بتتلعب بعد موسم طويل فسنك ولياقتك البدنيه مش هتسمح انك تجاري المنتخبات الافريقيه في بطوله كبيره زي دي. بالتاكيد بالتاكيد. طيب دي بقى الصوره اللي بعدها، دي الهجمه المرتده اللي شبه الجول اللي صلاح سجله، بس مروان عمل الباص قصير شويه المدافع قطع باص جانبي ومعمل ما عملش السروق بالظبط. فهي كانت دي بتاكد ان فكره تمركز مروان ومحمد صلاح كانت فعلا متفق عليها من الجهاز الفني. فالجول الثاني لا هو في مجهود فردي من تريزيجيه، بس في اثنين فاتحين الملعب بيستغلوا مساحات في ظهر باكين الكونغو بتعليمات من المدير الفني اكيد. طيب فلسفه اي مدير فني في اي بطوله، انا اتوقف عند هذه الصور لان عندنا صور اخرى بعد كده، لكن فلسفه اي مدير فني عند اي بطوله بتيجي من اختياراته، في فكره معينه في اختيار لاعب او اثنين او حتى لاعب على الدكه لشكل او طريقه لعب. فلسفه اجيري في الاختيارات انت شايفها ازاي من خلال الصور اللي عرضتها او من خلال التشكيله اللي لعب بيها والتغييرات اللي في مباراه غير المباراه الثانيه؟ هو انا شفت فلسفه اجيري قبل ما اتعاقد مع المنتخب، ابتديت اتفرج عليه حتى مع فريق الاماراتي، اعتقد كان في الوحده الاماراتي. كان توظيفه دايما بيفضل انه لعيبه الوسط عنده يكون في لاعب بس اكتر دور دفاعي، والاثنين اللي قدامه كان دايما بيجيب لاعب صانع لعب ويوظفه لاعب وسط ملعب مساند. بيحب لعيبه الكوره، فكان دايما بيلعب استحواذ وبيلعب ضغط عالي وبيفضل الطريقه دي. واول ما بدا مع المنتخب كان بيوظف عمرو ورده لاعب 8 في وسط الملعب بيدافع ويهاجم اكتر منه لاعب صانع لعب رقم 10، كان دايما طريقتنا 4-3-3. مع الوقت ابتدى يغير طريقه لعبه، ما اقدرش احدد اسبابه ايه، لكن بشكل عام انا شفت الاختيارات كانت غريبه، خصوصا ان انت عندك اكتر من لاعب جوكر، وفي البطولات اللي زي دي انت لاعب الجوكر بيوفر لك مكان تستغله في بوزيشن تاني بيحتاج لعيبه اكتر. يعني مثلا انت في خط الدفاع معاك 8 مدافعين، معاك ايمن اشرف ومعاك احمد ايمن ومعاك باهر محمدي، والثلاثه دول جوكر، يلعب باك ويلعب قلب دفاع، ومعاك محمود الونش ومعاك محمود علاء ومعاك احمد حجازي. كان تقدر تستغنى على الاقل عن اثنين من دول في مقابل ان انت عندك في اثنين كمان يقدر يلعب باك ويقدر يلعب قلب دفاع في نفس الوقت. بالظبط. فيعمل لك حل للمركزين، وعندك عمر جابر يلعب باك يمين وبيلعب باك شمال. فتقدر مثلا ممكن تستغنى عن الونش وعن احمد ايمن منصور مثلا. تبقى وفرت مكانين تحتاجهم في اللي تحت المهاجم اللي انت معاك فيه اربع لعيبه بس، المركز ثلاث مراكز اللي تحت المهاجم معاك فيها اربع لعيبه بس، مفيش بديل لتريزيجيه، مفيش بديل لصلاح. وليد سليمان نعتبره بديل لعبد الله السعيد، لكن هو لما بيدفع بيه مكان عبد الله، لكن بيوظفه في الملعب يا اما وينج يمين او وينج شمال. فمفيش بديل لعبد الله السعيد حرفيا، اللي هو رقم 10 اللي انت معتمد عليه. فانت فعلا الثلاثه اللي تحت المهاجم كان تقدر تخلق لهم مكان بشكل افضل من كده، انما ان انت تختار 8 مدافعين ده كتير جدا، وكذلك برضو مركز المهاجم انت مختار 3 وبتلعب بفرود واحد فده كتير جدا، وساعات بيلعب بصلاح وما بيعتمدش على الفروده اللي بره. بالظبط. فعامل زحمه على الدكه وفي اختيارات ممكن ما يكونش ليها قيمه بالتكتيك اللي بتعمله في الملعب. بالظبط. فده مضايق عليه الحلول دلوقتي، هو عايز يختار او عايز يبتكر او عايز يوجد حل، مش لاقي حل جنبه على الدكه، مش لاقي حد ينزله يعمل تغيير في شكل الفريق بشكل عام. فهو ضيق على نفسه باختياراته من البدايه. طيب في نقطه ثانيه يمكن اجيري اتكلم عليها في المؤتمر الصحفي قبل مباراه الكونغو الديمقراطيه، قال ان احنا بنستفيد من المباراه الاخرى، يعني السلبيات بنعالجها من كل مباراه الاخرى. اتكلم على في تحسن مستمر في التسديد، واتكلم على ان التسديد في مباراه الاولى امام زيمبابوي كانت افضل من اخر مباراه وديه امام غينيا، واتكلم بعد مباراه الكونغو قال الاستحواذ والتسديد والقطع الكرات والثنائيات وفقدان الكوره بقى افضل من مباراه زيمبابوي. هل الناحيه الرقميه بالنسبه للمدير الفني بتبقى هي المقياس في الاعتماد على هذه العوامل او هذه الامور اللي اتكلم فيها؟ بالظبط. طبعا بتبقى مقياس، بتبقى سبب، بتبقى يعني بتبقى دليل للرقم، ما بيكذبش زي ما بيقولوا، الرقم لغه الارقام لا تكذب ولا تتجنبل. بالظبط. بس تقراها صح
تقراها صح؟ لان بمعنى في رقم، يعني مثلا في رقم ممكن يضللك، بمعنى ان في لاعب زي نقول مثلا مثال ازارو لو حسبت نسبه دقته على المرمى هتلاقيها ضعيفه جدا، يعني مثلا ممكن توصل ل 25% انه بيشوط كوره من كل اربعه على المرمى. مروان محسن ممكن تلاقيها 75%، بس ازارو بيعمل 10 محاولات في المباراه، مروان بيعمل اربعه بس، فدايما اللي بيعمل اكتر اكيد نسبه دقته هتبقى اقل. بالظبط، انه بيحاول كتير، يحاول كتير، فده قرايتك للرقم ممكن تكون مختلفه، ده القرايه الصح للرقم. فهي دي النقطه بقى. لكن هو فعلا عنده حق انه صحح خطا تكتيكي زي ما قلنا بعبد الله السعيد تحت محمد صلاح. الثنائيات، يعني انا شفت النني افضل من المباراه الاولى. المباراه الاولى كان وجوده في الملعب بدنيا متاثر انه مش بيشارك في ارسنال، مش جاهز بدنيا، التحاماته ما ظهرش في التحامات تقريبا. المباراه الثانيه لا، في تحسن نسبي، طارق حامد موجود، لا في التحامات، في قوه، في تحسن. والفريق دايما الفريق البطل زي ما بيقولوا بيتولد جوه البطوله، بيبدا ويعلى بالتدرج مع المباريات. تمام. طيب عندك حاجه ثانيه على منتخبنا الوطني ولا نخش بقى على المنتخبات الاخرى؟ ندخل على المنتخبات الثانيه. طيب نبدا بالجزائر. انت كان ليك سبق في رصد نقطه مهمه جدا، الظهير الايمن والظهير الايسر للمنتخب الجزائري، وبالمناسبه النهارده الجزائر كسبت السنغال بهدف مقابل لا شيء، وده اللي بياكد نظريتك انك متابع الامور دي الفنيه. بالظبط. دول خارجين من اكاديميه. فكره التطوير للمنتخبات مش الاعتماد على الانديه بس، لا في تطوير في اكاديميات. يعني اشرح لي الجزئيه دي، عشان البطوله دي لازم نطلع بالايجابيات حتى لو فزنا بالبطوله. بالزبط. عشان فلسفه كل اتحاد سواء في اختيار مدرب او في اختيار لعيبه نستفيد بيها في بطولات اخرى. بالتاكيد طبعا. واحنا شغالين في الاهلي في السكاوتنج الديبارتمنت اللي اتعملت، كنا دايما بنرصد دوريات شمال افريقيا، فلاحظنا ان اغلب المواهب اللي موجوده في الدوري الجزائري اغلبهم لاعب يا اما لاعب معار او بيع من نادي اسمه بارادو. فبدأنا نشوف ايه نادي بارادو ده، ده اكاديميه اتعملت وكل المدربين اللي فيها اعتقد برتغاليين على ما اتذكر، ورئيس الاكاديميه دي بنى المشروع من الصفر، ابتدى ان هو يطور فيه. حاليا هو بينافس في الدوري، واعتقد حصد مركز ثالث الموسم اللي فات، وهيشارك في البطوله الكونفدراليه الموسم الجاي، ورئيس النادي ده هو رئيس الجمعيه دلوقتي في الجزائر. فالمشروع فعلا نجح مثمر جدا، وفعلا اي موهبه موجوده في الجزائر حاليا نتاج هو المشروع ده، الاكاديميه دي. بالظبط. لقيت ان عندهم الباكين بين سبعيني وعطال، الاثنين محترفين في الدوري الفرنسي وعاملين اداء هايل، وفي في عيون الكشافين عليهم، في كلام ان عطال لو استمر في الاداء ده والتطور بتاعه انه بيتطور مباراه لاخرى. شفت حاتم طرابلسي بيتكلم عنه انه كل ما بيشوفه في مباراه بيلاقيه احسن من المباراه اللي شافه قبل كده، فانه عليه العين. وفي كلام انه لو فضل في التطور ده باريس سان جيرمان يتعاقد معاه، الولد من نتاج الاكاديميه دي، بين 70 الباك ليفت برضو من نتاج الاكاديميه دي. فلا الناس فعلا بنوا مشروع صح، وفعلا استثمروا في لعيبه صح، وقدروا في الاخر ان هم يخرجوهم وشافوا الناتج بعينيهم، ودي اهم، يعني دي المتعه الحقيقيه فعلا، ان انت بتشوف نواتج المشروع اللي انت بنيته. ده التخطيط. بالظبط، ده التخطيط، انك بتشوف الاماكن اللي كان عندك مشكله في المنتخب الجزائري، الباك رايت والباك ليفت، اعتمدت على يوسف عطال ورامي بن سبعين، لان كمان عندك في الناحيه الهجوميه امكانيات عائله، يعني يوسف البلايلي، بغداد بونجاح، رياض محرز، حدث ولا حرج، ايضا كمان في لعيب في نص الملعب بن ناصر، ده من اكاديميه ارسنال الانجليزي، ومعار حاليا اعتقد في الدوري الايطالي اعتقد. سفيان فيجولي، سفيان فيجولي عامل اداء هايل النهارده، مكلف بادوار تكتيكيه دايما بالضغط على نمره 6 في نص ملعب منتخب السنغالي، اللي هو عقل الفريق، اللي بيحرك اللعب، اللي بيوزع اللعب، كان دايما بيضغط عليه، مستايبه في كل مكان. فكان لا ليه دور تكتيكي مهم جدا النهارده. اذا ظهور الجزائر مش وليدة الصدفه، لا في تفكير وفي تخطيط. بالظبط. حتى اختيار جمال بلماضي، يعني جمال بلماضي على فكره هو التلميذ رابح ماجر، ورغم فشل رابح ماجر لكن جمال بلماضي قدر يثبت وجوده بعد تجربه ناجحه في قطر. ده حقيقي، جمال بلماضي مدير فني واضح من شكل الفريق في الملعب، لا في مدير فني قوي، وفي شغل واضح، وفي تاثير واضح للمدير الفني، وفي اسلوب لعب واضح، وفي في دراسه للخصم، في شغل كبير واضح. بالظبط. وانت بتتفرج عليهم شايف فعلا المدير الفني لا محضر صح، اشتغل صح،
يمكن بس التغييرات اعتقد يعني تدخلات او توقيتات تدخلات واعتقد متاخره شويه خبرات لانه لسه صغير ممكن الموضوع ده وبرده ان هو يكون في تنسيق مع اعضاء الجهاز الفني لان في لعيبه يعني بتقل بدنيا يبتدي حد ان هو يفكره بس او يقول له على لاعب قل بدنيا فيبتدي يغيره لان ده مهم جدا. تمام عندك فلسفه ثانيه في الاتحاد الايفواري ايه الفلسفه اللي معاك؟ ابراهيم كامارا طبعا المدير الفني اللي هو خد عده تجارب في كوت ديفوار مع منتخبات شباب ومنتخب محليين وقدر ان هو حاليا مع المنتخب الاول. كامارا خد مع المنتخب 21 مباراه حقق الفوز في 9 مباريات واعتقد تعادل في 9 زيهم. معدل النقاط بتاعه مقبول جدا ان هو 1.7 فده معدل مقبول جدا. نسبه استحواذهم كانت في مباراه جنوب افريقيا الاولى كانت اقل ولكن الفرق كبير جدا في الفعاليه يعني جنوب افريقيا كان استحواذه 56% لكن عمل محاولتين بس على المرمى. كوت ديفوار استحواذهم 44% لكن عمل 9 محاولات على المرمى فكان الفعاليه الهجوميه للفريق اقوى واشرس بكتير جدا فكان واضح فعلا ان المدير الفني جاي بمشروع وخصوصا كمان مع الغيابات زاها وبولي فخصوصا ما بداش لهم اول مباراه ما تاثرش يقول على الشخصيه كمان بالظبط ده حقيقي. لا والفكره ان دايما في ساحل العاج بيعتمدوا على المدرسه الفرنسيه المدرسه الهولنديه لما يجيبوا مدرب وطني بالنسبه لنا غريبه لان حتى اسك ميموزا بيعتمدوا على الاكاديميات وبيعتمدوا على مدربين اجانب لما تجيب المدير الفني المنتخب من البلد نفسها ابن البلد وسبق ليه تدريب منتخبات ناشئين وشباب منتخب محليين اذا انت بتحط القاعده من تحت عشان لما يطلع للدرجه الاولى او المنتخب الاول يكون عنده خلفيه عن عدد كبير من اللعيبه يقدر يقيمهم في عدد معين في قائمه يلعب بطوله افريقيا بالظبط وكمان مش شايفين اختيار مدربه خلاص يعني مش فكره سي في بس وكمان شايفين ده في دول تانية يعني في السنغال اليو سي سي وشايفين في جنوب افريقيا موسيماني بطل على حق دوري ابطال افريقيا مع صن داونز مدير فني محلي بيطور من نفسه وبيشتغل وبيسافر يختار لعيبته بنفسه فشايفين الفكره المدرب المحلي طالما قادر ومؤهل ودارس ليه لا تديله فرصه وتجربه في مرحله ولو حقق نجاح تنقله المرحله الاعلى وهكذا لحد ما يوصل الفريق الاول المنتخب الاول ليه لا. تمام طيب واحنا في اخر 5 دقائق من الفقره الممتعه معاك يا محمود بصراحه انا سعيد جدا بهذه الفقره. عندك جزئيه عن الاهلي مع مارتن لاسارتي خلال الفتره السابقه بالظبط ايه الاطار اللي انت شفته وانت متابع الاهلي في الفتره الاخيره؟ مارتن لاسارتي يعني مختلف خلال صور انا اعرضها دلوقتي بالظبط هو مختلف في طريقه لعبه بشكل كبير عن مدربين السابقين في النادي الاهلي يعني شفنا كتير من بدايه من جاريدو وحسام البدري بيسيرو مارتينيول مختلف الاسماء اللي جت النادي كان دايما الفكره ان اللي عندك اللعيبه الثلاثه اللي تحت المهاجم يبتدوا يدخلوا لعمق الملعب عشان يخلقوا مساحات على الاطراف للباكين ان هم يتقدموا وتبتدي تعمل الزياده العدديه بالوينجرز بتاعك اللي دخلوا لعمق الملعب دول هم اللي بيعملوا الزياده العدديه بالزبط. في المنطقه مع مارتن لاسارتي الموضوع مختلف شويه هو مقتنع انه بيعمل توسيع او ستريتش الملعب يفتح الملعب بالظبط بيوقف حسين الشحات ورمضان على الشمال وحسين اقصى اليمين ويبتدي يلعب يدور اللعب يفضي لاعب منهم يعني وانت بتجمع لاعب مثلا في اليمين الفريق الثاني بيبتدي يعمل الترحيل بتاعه بتفضل مساحه في الجبهه العكسيه للاعب اللي هو عندك ماسك الخط اصلا تقيل له ما يدخلش لعمق الملعب تبتدي تلعب له الكوره بتحصل الزياده العدديه من الثنائي بتوع وسط الملعب دايما كان كريم نيدفيد وعمرو السوليه في البدايه كنا ماشيين بشكل هايل مع لاسارتي بسبب ان الاثنين متناغمين جدا كان دايما واحد بيزيد واحد على المنطقه واحد بيريح الثاني الزياده والارتداد ده كان بيظهر بالظبط ده كريم نيدفيد شايفينه كانت في مباراه اعتقد دي سيمبا التنزاني ده الجول بتاعه كمل في المنطقه وحسين الشحات عمل له كروس وقدر يسجل منها هدف سجل في المباراه دي هدفين وسجل في شبيبه الثوره برده بنفس الطريقه من كروس برده هو اللي زاد في المنطقه وسجل تمام. شفناه كمان في الدوري في ماتش الجونه في اكتر مباراه ده مثلا اعتقد ده فيتا كلوب فيتا دي الفرصه اللي ضيعها كان اجاي لعب الراسيه هو اللي كمل عمل فولو على الحارس وضيعها فكان دايما كريم نيدفيد والسوليه هم اللي منجحين فكره لاسارتي لما جت اصابه مع كريم مع اصابه كريم نيدفيد وبقاء السوليه وتغيير اللاعب الثالث دايما جنبه فكان دايما السوليه عنده حته الخوف شويه من ان انت نص الملعب يفضى فكان بيزيد مره او مرتين في المباراه فغير شكل الطريقه او الفكره قللت الكثافه جوه المنطقه فقللت الشراسه الهجوميه بتاعتك فقللت الفعاليه الهجوميه بقيت الفريق بتاعك بيخلق كم كبير من الفرص بس ما بيقدرش يستغل ده
بسبب ان الكثافه الهجوميه قلت بشكل كبير. اعتقد كان الحل في الوقت ده ان انت تزود مهاجم تاني مثلا. بس ما ضغط الماتشات يا محمود اعتقد كانت الوقت صعب عشان تقدر تحضر بديل لده. ده اكيد طبعا. بس هي فكره يعني ان انت ممكن كنت تجرب مثلا تزود مهاجم اجاي مثلا لو يلعب مهاجم تاني بينزل وبيبتدي يزيد وانت اول ما توصل الكرة على الطرف يبتدي يزيد يعمل زيادة عددية مع أزارو مثلا وأجاي بيقدر يعمل الدور ده بشكل كويس فكان تقدر توجد لها حل يعني. تمام. النقطة الثانية في قصة الجانب البدني والأحمال البدنية كان عندنا مشكلة دايما في الأهلي في آخر أعتقد آخر موسمين أو ثلاثة مع تلاحم المواسم أو حتى في الفترة في عملنا مع كارتيرون أعتقد عملنا معسكر إعداد بنبدأ الموسم بحمل البدني الفريق عالي. جاهز عالي جدا وده كان غريب بالنسبة لي. أنت المفروض بتبدأ 50-60% وبتعلى مع المباريات مع الموسم فكان دايما بتبدا باقصى حاجه وبتبتدي تنزل لحد ما بيجي وقت معين في شهر 11 شهر 12 بتبتدي يحصل الدروب تخسر في بطوله افريقيا بتخسر ماتشات في الدوري تبتدي تخسر حاجات مفاجاه وبعد كده تلاقي الفريق تاني يحاول يجمع نفسه يرجع تاني في شهر واحد يبدا يكرف على بال تاني بالظبط. فالموضوع الجزء البدني اعتقد محتاج تركيز اكتر من كده او تركيز الشغل عليه اكتر من كده لانه بقى لنا اكتر من سنه فعلا بنعاني من الجزئيه دي. بس علميا لو ارتبطنا باللي بيحصل في الكره المصريه اكيد التخطيط للدوري وترتيب المباريات وبدايه الموسم ونهايه الموسم شبه مستحيل شبه مستحيل وده اللي بيأثر على ده حتى على فرقه الاهلي بالظبط طبعا. ده حاجه مؤكده ان انت مش عارف جدولك مش عارف هتلعب انت ولا فين ولا ازاي ولا اي حاجه فبتيجي تحط خطتك هتحطها بناء على ايه اصلا؟ انت بيجي لك ماتش في وسط 10 ايام راحه وبعد كده تاخد 20 يوم راحه فمستحيل تقدر تظبط احمالك البدنيه. تمام. كلمة أخيرة لو تحب تختم بها هذا الحوار يا محمود. أتمنى التوفيق لمنتخب مصر إن شاء الله نحقق البطولة بإذن الله وإن شاء الله التوفيق للنادي الأهلي وموفقين في قناة النادي الأهلي إن شاء الله ودايما الأهلي فوق. بغض النظر عن الأمنيات أبرز المرشحين للبطولة الإفريقية. منتخب السنغال قوي جدا منتخب الجزائر ومنتخب المصري. والمغرب. أعتقد المغرب كوت ديفوار نيجيريا هيكون في تنافس بينهم. لأن جاي بيتسحب بيكسب واحدة واحدة. أو بيلعب المباراة على قدها. محمود سليم محلل اداء في النادي الاهلي سابقا وحاليا في نادي الوحده السعودي بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق ليك يا رب. ومن فتره كده للتانية هنحاول نخطفك كده شويه معانا في قناه الاهلي. اكيد ان شاء الله شرف ليا ومشكر ليك جدا وان شاء الله اكون دايما في بيتي في قناه النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. بالتوفيق لك يا محمود وان شاء الله تشرفنا كده في دوريات العربيه وان شاء الله يعني تحقق حلمك وتكون موجود مع بوب جوارديولا ايا كان بقى في مانشستر سيتي يرجع برشلونه طالما معاه ان شاء الله طالما احنا هنبقى معاك ان شاء الله ان شاء الله او نجيبه الاهلي او نجيبه الاهلي ان شاء الله باذن الله. شكرا لك يا محمود وكل التوفيق ليك. شاكر جدا. شكرا جزيلا. فقره فنيه تكتيكيه مختلفه شويه لان الاداء الرقمي او التحليل الاداء لما بيبقى من خلال دورات او معايشات وبيتم العمل فيه بشكل محترف مهم جدا لان كمان الامر مش مرتبط بشخص او اثنين لا ده عباره عن شركات واطقم عمل بتشتغل مع مدربين مساعدين للاجهزه الفنيه. قصه كبيره جدا لكن في النهايه العلم ده هو اللي هيوصلنا للشكل العالمي او الشكل الاوروبي اللي بتمشي بيه الانديه الكبيره سواء برشلونه مانشستر سيتي مانشستر يونايتد اليوفي كل الانديه الاوروبيه المتعلقه الفتره الاخيره وبالتاكيد على راسهم ليفربول مع يورجن كلوب. الفقرة الثالثة والقادمة فقرة مهمة جدا ومميزة مع زميلي العزيز عمر ربيع ياسين انتظروها بعد الفاصل وإن شاء الله ألتقي بيكم على خير خلال الفترة القادمة مع حلقات جديدة من برنامج الأهلي الليلة. اهلا بحضراتكم ولسه مكملين معاكم في الفقره الحواريه الثالثه في الاهلي الليله. دايما الفقره الحواريه الثالثه اللي بيكون موجود معانا في الاسبوع وبالذات يوم الخميس دايما بنركز فيها على فقره عائله الاهلي. عائله الاهلي هي فقره اكيد محببه لكل جمهور النادي الاهلي ولكل الاعضاء، الاعضاء بصفه خاصه والجمهور بشكل عام. فقره عائله الاهلي زي ما حضراتكم عارفين ده برنامج انتخابي جه به مجلس الاداره الحالي علشان كل واحد داخل المنظومة وداخل النادي يعرف أنه جزء مهم جدا من عائلة الأهلي. عائلة الأهلي مش بس فيها رياضات جماعية أو فردية، عائلة الأهلي فيها أنشطة مختلفة جدا وده اللي لازم نوضحه لجمهور النادي الأهلي أن النادي الأهلي مش بس مقتصر على لعبات جماعية وفردية، لا في أنشطة ثقافية وأنشطة علمية وأنشطة اجتماعية وأيضا في دور مهم جدا للمكتبات اللي هنتكلم عليها. علشان كده هنتكلم
بشكل عام وهندردش، وهيبقى حوار ان شاء الله مهم جدا، وان شاء الله يستمتع به اعضاء النادي الاهلي والجمهور اللي بيتابعنا، مع الاستاذه ولاء عبد الرازق مديره مكتبات النادي الاهلي. برحب بحضرتك، منوره. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ كله حلو. طيب ومعانا طبعا عازفه الكمان ولاعيبه الباليه وموهبه صاعده بقوه في النادي الاهلي ان شاء الله، وكلنا متنبئين لها بمستقبل باهر ان شاء الله. معايا شهد هاني. ازيك يا شهد؟ الحمد لله. عامله ايه؟ تمام. كله تمام؟ طيب قبل ما نبدا مع حضراتكم، تعالوا نشوف تقرير كده نسخن بيه، وبعدين نرجع نتكلم بالتفصيل على كل حاجه خاصه بعائله الاهلي. اتفضل. اهلا بحضراتكم من جديد. لسه كنا بنتكلم، بقول لحضرتك يعني شاطرين جدا الاولاد الصغيرين، وبصراحه حاجه روعه تليق باسم ومكانه النادي الاهلي. منظر رائع، نظام، ترتيب، كل حاجه ماشيه بسم الله ما شاء الله 100%. عايز اعرف بقى من حضرتك، تكلمينا عن التنظيم وعن الحفل وعن دور حضرتك بقى والتنسيق مع الاداره التنفيذيه ومجلس الاداره وكل القائمين على العمل، وعايزين نعرف بقى ازاي طلعتوا في الاخر بالمنظر المشرف ده. طيب في البدايه حابه اقول لك ان احنا السنه دي كانت اعلى ميزانيه اتحطت لنا كاكاديميه الباليه، اتحط لنا ميزانيه كبيره جدا، وعملنا على مسرح من مسارح الدوله، عملنا على مسرح الجلاء، عرضنا عليه السنه دي، كان معانا 300 بنت من الحفل اختياري، مش بنجبر البنات عليه، البنات بس لازم بناخد البنات اللي عندهم موهبه. يعني كان في مجهود مضني لا يقل عن 8 شهور ويمكن اكتر، من ستاف كبير جدا، من اساتذه كبار في الباليه بيدربوا البنات، معانا اساتذه متخصصين، خريجي اكاديميه الفنون ومعهد الباليه، عندنا استاذه سماح عباس، دكتور سالي عباس، دكتور ساندي عباس، عندنا مجموعه كبيره جدا منهم. والاسامي دي هي اللي اسست معانا الباليه تاسيس فني، جم والبنات عندنا زيرو باليه، طلعوا بيهم لحد المرحله اللي حضرتك شايفها دي، لابسين بوانت ونقدر ننافس بيهم في اي مكان. التجهيزات بقى الفنيه كانت لبس، تصميم لبس، تصميم استعراضات. انا عايز اعرف بس الساده المشاهدين ان الموضوع مش سهل زي ما حد متخيل، فعشان كده انا مستغرب من الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده بصراحه. يعني الموضوع انا كنت فاكره اسهل من كده، الموضوع طلع معقد ولازم يكون في ترتيبات. ما ينفعش ترتيب ينط على التاني، لازم كل حاجه تكون منظمه. بالفعل. فاكيد تعبتوا علشان في الاخر توصلوا للمنظر الراقي ده. الحمد لله. طيب الجزء الفني بقى، هل واجهتوا في اي صعوبات، ولا الاسامي اللي بسم الله ما شاء الله حضرتك ذكرتيها دي كلها هي قامت بكل التجهيزات الفنيه على اعلى مستوى؟ هم قاموا بيها بالفعل، وكان معاهم مدربات تانيين متواجدين، بس كانوا هم الاساس، اخرجوا وصمموا، وسواء التصميم الفني اللي شفناه او تصميم الازياء، عملوا معانا مجهود جبار بصراحه، يعني لحد ما الحفله طلعت بالشكل ده. والاداره التنفيذيه كانت مسانده لينا بصوره قويه جدا جدا، يعني انه كان اي عقبه بتقف قصادنا بالفعل كانوا بيذللوها، يعني ما كانش في اي حاجه بيخلوها تقف قصادنا عشان نكمل. والاهالي لما التزموا معانا قدرنا نطلع بالشكل ده. هم الاهالي لو مش ملتزمين معانا، احنا كنا بنواصل ساعات الليل بالنهار، كنا بناخد البنات 12 ساعه بروفا. مين يوافق على 12 ساعة كده لو حد يعني متفاهم بالفعل وفي تنسيق؟ يعني فعلا هم كانوا متفاهمين معانا جدا. في منهم كان لسه بالنسبة له أول مرة، فكان مستغرب الوقت ومستغرب، بس بعد ما شاف النتيجة كانوا منبهرين الحمد لله. طيب أنا والشو شغال، أنا سألت شاهد السؤال، قلت لها أنت كنت موجودة في الشو، فحضرتك قلت لي لا ده الشو الكلاسيك، وحضرتك قلت لي في الكلاسيك وفي أوبرات الليلة الكبيرة. تمام. ففعلا الموضوع محتاج تفاصيل او في تفاصيل، فانا عايز اعرف حضرتك تقولي لي بقى عن اوبرات الليله الكبيره وعن الكلاسيك، وعايز اعرف الفرق ما بينهم علشان اللي مش متابع باليه قوي لازم يكون عارف ان هي فعلا لعبه راقيه، وان الموضوع يعني فيه تفصيلات كتيره جدا احنا ما عندناش درايه بيها. هو الباليه يعني كماده مرنه تقدر البنت وهي لابسه البوانت عن طريق المتخصصين اللي بيدربوهم يشتغلوا بيه مودرن، يشتغلوا بيه كلاسيك. الكلاسيك ده اللي هو الباليهات القديمه اللي اتعرضت في فرنسا، في انجلترا، وات ايفر بقى، في روسيا. فده الكلاسيك. طيب اللي قدامنا ده يا فندم ايه؟ اللي قدامنا ده ايه؟ دي انا بتكلم على نوع الباليه.
هل ده لا ده مودرن ده مودرن. بس انا عايز اعرف بس يعني اعرف الساده المشاهدين واحنا بنتفرج وبنعرض لقطات يبقوا عارفين الكلاسيك اللي اتعرض اول مره ده الكلاسيك اللي حضرتك قلتي لي عليه ده المودرن وفي طبعا اللي احنا يعني حضرتك عشان ما اقطعكيش اتفضلي حضرتك احنا قلنا فيه بنفس الزي تقدر تعمل كذا شكل للباليه صح كده البنات الباليه نفسه زي ما بقول لك كده هو تقدر المدربه او الاستاذه اللي بتدرس ماده الباليه تشكل البنت انها ترقص بالبوانت او بالدومي اللي هي الحذاء الخاص بالباليه انها تقدر تشتغل بيه مودرن تشتغل بيه كلاسيك تشتغل بيه حاجات معاصره فهو حاجه كده يعني ماده سهله ان احنا نشتغل بيها بس جميله وشيك وفي الاخر خرج بمنظر محترم يعني وبتخلي البنات عندهم ثقه في نفسهم وعندهم ابداع ويعني بتحول شخصيتهم بتخليها تختلف 180 درجه طبعا بتخليهم مبدعين وبيفكروا واحنا ساعات بنقول للبنات فكروا في رقصه وتعالوا اعرضوها ورونا انتوا وصلتوا لايه وبيبهرونا ده الكلاسيك عشان ده عرضناه في الاول ده الباليه الكلاسيك وبالتالي بنوري الساده المشاهدين على قد ما بنقدر ان احنا نوريكم انواع الباليه المختلفه اللي كانت في الحفله الاخيره شاهد انت كنت موجوده في الحفله ويعني على حسب معلوماتي اعتقد ان هي مش اول حفله ليكي شاركتي في كام حفله ثلاثة طيب عايز اعرف مين فيهم كانت الاصعب ثلاث حفلات خلاص اخذتي الثقه الكبيره وبقى الموضوع بالنسبه لك ما فيش اي مشكله فيه لكن اكيد في واحده منهم كانت صعبه هل الاولى زي ما احنا كلنا متعودين ولا كانت الثانيه او الثالثه هو بصراحه يعني كل واحده صعوبتها مختلفه واحساس مختلف بس غالبا الثالثه علشان الاوبريت ده كنا مش يعني دايما بيكون الباليه عندنا متقسم سكشنز تمام فالكابتن قررت ان هي تجمعنا كلنا على بعض ففي الاول كان الموضوع صعب اللي هو احنا مش عارفين مين هيعمل ايه وجينا على اخر الوقت بقى اخر الريهرسلز كده كنا خلاص بقينا كلنا زي اصحاب فالموضوع كان حلو في الاخر عجبتني بصراحه طيب عايز اقول لك الموضوع وانت طالعه قدام الجمهور ويعني اكيد اهلك بيتفرجوا عليكي واصحابك والموضوع اكيد يعني كان مختلف هل كان في كده ثقه في النفس كده كبيره وكان الموضوع بالنسبه لك ان شاء الله هعمل حاجه كويسه ولا في الاول كان في رهبه في الاول اكيد كان في رهبه بصراحه بس بالوقت بقى بلس ان احنا لما اتعودنا على بعض والفتره الكبيره اللي هي يعني مش فجاه كده يلا يا جماعه هنعمل حفله في الوشر احنا قعدنا مثلا اي زي ما قالت 8 شهور ولا حاجه في الاخر بقى خلاص احنا تعودنا على اللي احنا بنعمله اخدنا على بعض فالواحد بيبقى تعبت معاكم جامد ايوه بالظبط مس ولاء تعبت معاكم جامد دي حقيقه وشجعتنا كتير قوي بصراحه في النص اكيد كنا بنحس احنا مش قادرين نعمل كل ده او اللي هو كل واحد بيبقى شاكك في نفسه مش عنده ثقه في النفس بس في الاخر هما بصراحه بيدونا سبورت منتلي وفيزيكلي وكل حاجه طيب بعد الحفله بقى والشعور اللي قابلتيه من مس ولاء ومن كل القائمين على العمل باباكي ومامتك اخواتك زمايلك اكيد كان حاجه انت فخوره بيها ان انت تعبتي في الاخر اللي انت تعبتي له لقيتي في الاخر ليه نتيجه ايوه كلموني ايه بقى اللي حصل احكي لي بقى يعني قالوا لك ايه هو احنا كنا في الاول بنسيب حاجتنا في الاوض بتاعه الريهرسل ونطلع بعد الحفله اللي هو احنا كنا خلاص داخلين وبعديها بنطلع على حي تاني انا لقيت بقى في الفتره دي كان 500 مسكول من كل اللي بره بقى وبيكلموني وانا مش عارفه ارد ولا مركزين معاهم بس كانوا عجبتهم قوي ومبسوطين بينا كلنا طيب يعني اكيد قبل اي ايفنت مهم او اي ايفنت كبير اكيد ممكن يكون في بعض العقبات كده اللي ممكن تقابل حضرتك يعني كعائق كلنا بنقابل اي يعني في حاجات كتيره بنقابلها زي كده هل في حضرتك ممكن اي عواقب قابلت حضرتك وعايز اعرف ازاي تغلبتي عليها وازاي الاصرار بقى والعزيمه ان انت في الاخر تخرجي الحفله بالشكل المحترم بالشكل الجميل وكمان حضرتك اعتقد يعني دي وجهه نظري ان حضرتك ما كنتيش موافقه غير على ان الحفله تكون 100% كامله بالزبط. وناجحه بالظبط ايه بقى احنا اول كواليس قابلتنا كانت المسرح احنا عشان نختار مسرح يليق باسم النادي الاهلي وباعضائه والعدد اللي كان موجود لان انا كان معايا 300 بنت فكل بنت في ثلاث افراد معاها هيجوا اب وام واخ او اخت وده طبعا فور فري النادي هو اللي بيتكفل بالقصه دي طبعا فانا عشان الاقي مسرح يستوعب العدد ده كان الموضوع صعب يعني كمان ضيف عليه انه لازم يبقى مسرح اسمه كبير يوازي اسم النادي الاهلي طبعا تمام فعشان اوصل للمرحله دي انا رحت مسارح كتيره جدا
لفينا يعني لحد ما توصلنا لمسرح الجلاء. والحمد لله ده كان يعني كان دي كانت اخر مرحله انه احنا وصلنا لها وعرضنا عليه. بس كان في بقى حاجات في النص كده، اولياء الامور زي ما بقول لك اللي كانوا لسه اول مره بيتعاملوا معانا وبيدخلوا الحفله ما كانوش واخدين على جو الضغط اللي احنا كنا بنبقى قاعدين فيه. او البنات بيبقوا فيه، كان كل ام واب لا انا البنت ما تقعدش المده دي كلها، لا كتير حاول عليها. حضرتك بتتكلمي بالتفاصيل عشان خاطر هقول لشهد دورها في دور البيت برضو عندها. لا يعني كان في ناس متخوفين جدا البنات لا ما تقعدش كل ده وكل ده ليه، بس في الاخر لما شافوا عرفوا ان البنات تعبوا وتعبهم ده لقى صداه، واحنا كمان تعبنا والقائمين على الموضوع فنيا تعبوا، فكان لا الحمد لله كان ليه صدى حلو قوي عند الاهالي وعند الاعضاء وعند اداره النادي والحمد لله. زي ما في سبورت من الاهالي اكيد في سبورت من البيت عند حضرتك او من الاسره، ان عليك الوقت ده كله ما تكونيش موجوده وتكوني بتنزلي وبتدوري وبتلفي بالفعل. اكيد الموضوع يعني 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 متعب. كان في سبورت وكان في مسانده من البيت كبير. وعايزه اقول لك ان احنا كمان في بروفات ايام كنا بنرجع متاخر يعني بعد 12 بالليل كمان، وفي يوم البروفال جنرال ده ممكن نرجع في سنه من السنين رجعنا البيت 2 و3 الفجر. طب ودخلتوا البيت ولا؟ طيب عايز اعرف راي حضرتك في دور اللي حضرتك شايفاه المجلس الاداره وان هو مساند الانشطه دي بشكل كبير، راي حضرتك ايه؟ يعني كلامي ممكن يتاخد او يتفهم بحاجه مش صح، لكن هي دي الحقيقه. انا في بدايه كلامي قلت لك ان اعلى ميزانيه خدناها صح. كانت السنه دي صح، احنا خدنا ميزانيه كبيره جدا، ينفع اقول قدرها؟ لا يعني حضرتك ما تقوليش لحد ما يقول لي ينفع ولا ما ينفعش. طيب اخدنا ميزانيه كبيره وخلاص، خدنا ميزانيه كبيره جدا، ربنا يبارك ويبعد عننا الحسد. ايوه بالظبط كده، علشان نقدر نعرض على المسرح ده وعشان الاعضاء يجوا فور فري من غير اي تيكت تدفع، دخول مجانا بيتفرجوا على اولادهم، فده طبعا كان بالنسبه لنا دعم وسند كبير من المجلس. طبعا طبعا. الأنشطة التانية برضو في ميزانية بتتحط لها كل سنة بتتجاب بيها خامات وبتتجاب بيها الحاجات اللي احنا محتاجينها كلها تمام. بحيث ان احنا نفضل ماشيين على التراك بتاعنا مظبوط يعني. طيب شهد، البيت عندك اكيد ليهم دور كبير ان هم يساعدوكي، وانا شايف مامتك جايه معاكي الاستوديو ومساندة ليكي واختك موجودة معاكي، فواضح ان البيت كله بيؤمن بقدراتك وعارف ان انت فنانه، مش انت بس عشان اوضح للساده المشاهدين ان انت يا شاهد بتلعبي كمان وبتلعبي باليه، فالموضوع يعني لو ما فيش مسانده من الاهل اعتقد ان الموضوع نفسيا هيكون عليكي صعب. دي حقيقه. الموضوع بدا معاكي ازاي بقى من الاول وهم ساعدوكي ازاي؟ هو انا في الاول اعتقد بعد ما خلصت سته ابتدائي كده قررت ان هو انا عايزه الهوبيز بتاعتي بقى ابتدي اخد خطوه فيها، وبعديها كان وقتها الباليه سمعت عنه في النادي فقلت اجرب، عشان هو انا ما بداتش فيه قبل كده وكنت فاهمه ان هو من سن صغير، بس هما بصراحه ما شاء الله حولونا بمعنى الكلمه. بس فرحت هناك ولقيت بقى كمان كان بيقولوا ان في ميوزك وفي حاجات تانية، وانا كنت عامه طول عمري بحب صوت الكمانجا وكنت بسمع انها صعبه، بس قلت يعني يلا اجرب بقى ما هو هوايه بقى. بعديها ابتدوا يعملوا قبل حفله الباليه كان في شم النسيم بنعمل زي هو بتبقى يعني مش بس شو، هي بتبقى كومبيتيشن لان في الاخر بيبقى فيه جادج وبيصفوا بقى هنوصل ناس للفاينلز وبيدونا جوائز وكده، فالحوار بقى مش بس ان احنا بنتدرب كهوايه، احنا بنروح كمسابقات وبنكسب جوائز وبنعرض قدام الناس. بعديها عملت كذا ايفنت بره، وده غير بقى في المدرسه كنت دخلت الباند وبعزف هناك، فيعني الحوار ما بقاش بس مجرد ان انا بتدرب عشان اعمل ميوزك، احنا بقوا بيدونا امل اللي هو انت ممكن تعزفي قدام الناس مش بس ليكي. وفي الاول كان بابا اللي هو دي هوايه ما تخليهاش تاثر على مذاكرتك، وكان يعني مثلا زي ايام الحفله دي اللي هو انت هتقعدي بالليل امتحانك بكره هتعملي ايه، فكنا مثلا انا كمان ساكنه يعني بعيد عن النادي في المعادي، فاللي هو وقت الامتحانات ده لو هنزل من الصبح باخد الكتب معايا بقى وفي البريك كده اضطر اذاكر اللي الحق اقدر عليه. وهما بقى يعني ما ابتدوش يقدروا بقى قيمه ده اللي هو لازم يكملوا، هو في الاول فعلا ساعدوني بس اللي هو هتوصلي لايه؟ لما ابتدوا يشوفوا العروض بقى واللي احنا عملناه بقوا فنانه مبسوطين. لا دي حقيقه. طيب استاذه ولاء، المكتبات حضرتك مدير المكتبات في النادي الاهلي، وبالتالي احنا المكتبه لما نسمع اسم المكتبه نقول هو مكان لقراءه الكتب الجرايد
لكن اكيد في انشطه تانية في المكتبات اكيد حضرتك يعني عندك درايه كامله بيها، وانا عايز اعرفها والجمهور عايز يعرفها. اوكي، انا بس حابه في الاول اقول لك قبل ما اتكلم عن تفاصيل الانشطه اللي بنقدمها، ان احنا هدفنا الاول والاخير ان ابن النادي او البنت، بنت النادي العضوة اللي في النادي، احنا بنثقل شخصيتها. تمام. يهمنا جدا انها تبقى مرتبطه بالكيان ده، انه مش كيان رياضي، لا مظبوط، انه كيان ثقافي. صح. فني اجتماعي. فده بيبقى شغلنا الاول، انه احنا نطلع جيل مرتبط بالنادي والنادي مؤثر فيه في كل مجالات حياته. تمام. فاداره المكتبات بتقدم كل الانشطه اللي وزاره الثقافه بتقدمها. تمام. بنقدم كورسات علميه، بنقدم كورسات فنيه، بنقدم كل حاجه، يعني كل حاجه بتقدمها وزاره الثقافه. اعتقد ان نادرا ممكن حد يكون عارف ان الانشطه دي موجوده في المكتبه، يعني الناس رابطه القرايه بالمكتبه، لكن الانشطه اللي حضرتك اللي طبعا النادي. طبعا احنا طبعا احنا كنادي اهلي طبعاً. اداره المكتبات وبتحدى انه يكون موجود زيها في الشرق الاوسط كله. طيب ده تحدي حلو. طبعا مالي ايدك جدا. طيب عشان ما تدبسش نفسنا على الهوا. لا لا لا، احنا مستنيين. احنا حابه اقول لك بس احنا بنقدم، لو هتكلم مثلا على قسم في اللي احنا بنقدمه، قسم الارت مثلا، احنا بنقدم كورسز فنيه في كل المجالات زي اللي بتتقدم في تربيه فنيه وفنون جميله. يعني بمبالغ رمزيه جدا. ما بالظبط. تمام. يعني نفس الكواليتي وبفلوس اقل. بالظبط. نفس الكفاءه غير هدف وفلوس للربح. اقل يعني. احنا كادارات تنفيذيه في النادي، ما فيش حد فينا بيشتغل وهو هادف للربح، لا، النادي كله from A to Z بيخدم الاعضاء. تمام. فاحنا بنقدم كورسات فنيه زي ما بقول لك كده، بتتقدم في الكليات المتخصصه. بنقدم كمان كورسز اتيكيت، كورسز انجلش، فرنش. بنشتغل على كل الجوانب الخاصه بالطفل. بنقدم اتش ار. طبعا كورسات للاتش ار يعني للشباب وللاطفال. بنقدم كمان المهندس الصغير. يعني حاجات كتير جدا 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 بتقدمها اداره المكتبات لابناء النادي، بحيث ان هم يكونوا مرتبطين دايما بالمكتبه، مش قرايه بس. ده بلس القرايه يعني. صح. بلس ان هم طبعا الابواب مفتوحه لهم، ان هم يبقى في اطلاع داخلي ويبقى في استعاره وما يعني الموضوع فيه فلكسبيليتي، فيه مرونه كبيره للي عايز يستعير كتاب. بالزبط. اللي عايز يقرا. وبالتالي يعني انا لا يعني كلام ممتد مع حضرتك على المكتبات، لكن تعالي نشوف تقرير لعزف الموسيقى وبعض المواهب في مكتبات النادي الاهلي من ابناء وبنات النادي. نروح نشوف التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم معانا. دل قلبي
عناصر الثقافة ونشر الوعي جوه النادي الأهلي. فأكيد الموضوع صعب، والمكتبات هي مش بس للقراءة، لا، إنما هي لحاجات تانية كتير، منها نشر الوعي ونشر الثقافة ونشر حاجات كتيرة بين الأعضاء بينها وبين بعض، علشان خاطر في جوه النادي الناس تكون فعلا يعني واجهة جيدة للنادي الأهلي، وكمان أعضاء النادي الأهلي أعضاء محترمة، أعضاء مميزة جدا. فالموضوع أكيد حضرتك دايما بتفكري في تحديثات، وبتفكري هتعملي إيه بكرة، هتعملي إيه الأسبوع اللي جاي، إيه الخطط المستقبلية اللي ممكن تكون موجودة. هل ممكن نعرف حاجات صغيرة من اللي ممكن تكون موجودة، أو زي حضرتك بتفكري فيها على طول، ولا الموضوع لسه تحت الدراسة؟ لا طبعا، لو احنا كل مرحلة بتخلص بندور على المرحلة اللي أعلى بعدها. تمام. تمام. يعني احنا عندنا مثلا، هتكلم في المجال الموسيقي، عندنا الناس اللي بتيجي تقدم لنا المجال ده دكاترة من تربية موسيقية، جامعة حلوان، دكتور شريف، دكتور منصور، مستر خالد، مستر أيمن الجيتار. فالناس دي بتيجي عندنا بتقدم الخدمة لأبنائنا بصورة علمية. الإضافة الجديدة بقى اللي احنا إن شاء الله يعني بنشتغل عليها دلوقتي، إنه ابتداء من 15 سنة بنفتح مجال تعليم يعني حاجة كده في الموسيقى، الكورال الغنائي، نعمل فريق كورال غنائي تحت قيادة المايسترو محمد عثمان. تمام. قائد فرقة أيامنا الحلوة، وهو متطوع معنا انه هيتبنى ابناء النادي الاهلي اللي عندهم اصوات حلوه. طيب، هيعملوا اختبارات. ممكن بقى تنوهي كده، حضرتك تاخدي الكاميرا، تبصي للكاميرا بتاعت حضرتك اهي، وتنوهي قدام حضرتك اهي، وتنوهي تقولي، عشان دي انا عارف ان هي حاجه مهمه جدا جدا يعني، فلازم ان احنا ننوه عليها، ولازم نبروزها، ولازم يعني الاعضاء ان شاء الله يركزوا، عشان كلام مهم جدا اللي حابب ان هو يتقدم. اتفضلي حضرتك. المايسترو محمد عثمان ان شاء الله معانا، هيبدا يفتح باب الاختبارات لابناء النادي الاهلي ابتداء من 15 سنة، بحيث انه يبقى عندنا فريق كورال قوي جدا، نعمل منه بأبناء النادي حاجة ننافس بيها، وتبقى حاجة مشابهة كده لفرقة أيامنا الحلوة اللي هو القائد بتاعها. وهو طيب يعني التقديم بقى ازاي؟ بيجوا كل حاجات مهمة، والتاريخ، والناس تقدم، الفترة التقديم من امتى لامتى، واللي عايز يجي يقدم فين؟ هيقدم كل فرع، هيروح المكتبة اللي موجودة. تمام. في الفرع بتاعه. تمام. سواء في المقر او في الفرعين. تمام. هيروح وهيسجل بياناته، واحنا بنتواصل معاه. التسجيل في فترة شهر من تاريخ الاعلان عنه. مش النهاردة، احنا اعلننا عنه من اسبوع. تمام. فقدامنا 3 أسابيع بالظبط، وهنقفل باب التقديم. وهنبدا الاختبارات. بنتصل احنا بالناس، احنا معانا تيم ورك كبير جدا جدا جدا، خليه عمل كبيره جدا. بنتصل بالناس بالتليفونات، بنقول لهم المواعيد بتاعتهم، ويعني بنيسر لهم كل حاجه، بحيث ان هم يبقوا جايين على التايم بتاعهم بالظبط، سواء في الاختبار او في ميعاد البدايه. هل على السوشيال ميديا الكلام ده موجود ودايما موجود؟ يعني حضرتك بتحدثيه اول باول عشان يكون الاعضاء كلهم مطلعين على كل الامور. موجود. طيب اخيرا عايز اسالك سؤال مهم جدا في موضوع الاشتراكات في الانشطه. اكيد طبعا ممكن يكون في اقبال كبير من الاعضاء، وانا ما اعتقدش ان 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 ممكن في فترات او في بعض الرياضات او الانشطه او ان بيكون في تقديم، وبعد ما بيقدم ولي الامر او العضو بيقدم ممكن بعد كده ينسحب. هل النسبه دي موجوده في المكتبات وفي الانشطه، ولا فعلا العضو بيخش بيلاقي كل حاجه، يعني فعلا الموضوع محرج، كل حاجه متيسره له، كل حاجه متوفقه له، فبالتالي بيكمل وبيكون حابب ان هو كمان يجدد باستمرار؟ بص، عشان اكون امينه معاك، في 95% من الناس اللي بتدخل معانا بيكملوا. ال 5% التانيين دول اللي بيبقوا مثلا مسافرين بره، وبييجوا فتره الصيف، فتدخل بنتها باليه او ابنها تدخله ارت، بس دي نسبه ضئيله جدا، تكاد تكون يعني 5% او اقل. والدليل على كلامنا الفريق اللي حضرتك شفته في الحفله. ولو عرضنا تقرير عن الارت وشغل الارت هتشوف. ما احنا لسه بقى كنت هكلم حضرتك عن الارت، عشان عايزين نعرض شويه لقطات عن الارت وعن الفنون اللي موجوده في المكتبه. مش بيحصل بين يوم وليله، ده بيحصل نتاج سنين. يعني احنا الليفل اللي شاهده واصله له ليفل 6 خلاص، فهو عشان توصل له هي بقى لها معانا 5 سنين. تمام.
فواصله لمرحله ما شاء الله كبيره، فهي وزمايلها مستمرين معانا بقالهم 5 سنين، فزي ما بقول لك نسبه ضئيله جدا. طيب ممكن نعرض واحنا بنتكلم بس بعض اللقطات كده واحنا بنتكلم على الارت وعلى الفنون اللي الاستاذه ولاء اتكلمت عليها، هنتابع مع حضرتك وهنعرض عشان بس نوضح للساده المشاهدين ده الفنون اللي حضرتك كنا بنتكلم فيهم او الارت اللي موجود ايضا في المكتبات. كنت جانب عايز اتكلم فيه لكن حضرتك سبقتي، يعني لا واضح ان في شغل محترم، واضح ان في جهد كبير من كل القائمين على العمل وعلى المنظومه، وزي ما حضرتك قلت معاكي تيم ورك محترم. ولا الموضوع صعب، ده شغل اعضاء النادي اطفال وكبار. هو ده رسم فعلا؟ ايوه يعني ده رسم مثلا من الصوره بيحطوها يرسمها حواليها؟ لا ده بورتريه يا شهد متاكده يا شهد؟ ايوه والله كنت معاهم بشوفهم هم بيعملوا بالزيت وبالكلاريك و محمد صلاح. لا ده الموضوع مش بس فني، ده الموضوع كروي كمان. يعني واضح ان في مجهود، واضح ان في مواهب عندنا في النادي كتيره جدا، وعشان كده دايما حضرتك بنكون حريصين يا شاهد استاذ ولاء ان احنا دايما يعني نتواصل مع الاعضاء عن طريق فقره في البرنامج اسمها عائله الاهلي علشان نوري مش بس الاعضاء، احنا طبعا الاعضاء هم اللي ليهم الحق في الوجود التواجد في المكتبات او لكن برضه الجمهور لازم يعرف ان النادي الاهلي مش بس نادي رياضي، النادي الاهلي بالزبط. عنده انشطه ثقافيه، انشطه جماعيه، انشطه علميه، المكتبات ليها دور مهم جدا في نشر الوعي والثقافه اللي موجوده، واللي بيتعلم بيطلع ينشر لاصحابه ولزمايله. وزي ما حضرتك شايفه يعني احنا عندنا بنت حابه بس اقول لك عنها، البنت دي كان في حاجه بروتوكول تعاون ما بين اداره المكتبات في النادي الاهلي وقطاع الفنون التشكيلية. البنت دي من ضمن أعمال كتير راحت مسابقة برة، خدت المركز الأول في أذربيجان، فأيسل هي اسمها أيسل علاء، وخدت الميدالية الذهبية، يعني الذهبيه جابتها لنا من هناك. بسم الله ما شاء الله. بنت الأهلي. بسم الله ما شاء الله. طبعا تعودين دايما الحمد لله على الأول وعلى الذهب. طيب تعالوا بقى كده يعني نريح الاستاذه ولاء وشهد شويه كده علشان لسه مكملين معاهم، ونروح بتقارير مع المشرفين عن الانشطه ونرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم معانا. بالتعاون مع إدارة المكتبات والأستاذة ولاء عبد الرازق مديرة إدارة المكتبات، أسندت إلي مهمة تدريب العزف على آلة البيانو. إحنا هنا أكيد طبعاً حضراتكم زي ما لفيتوا أو تعرفتوا إن في مجموعة آلات مختلفة بتدرس هنا لطلاب النادي، إنما أنا مسؤول ومنوط بيا الدارسين دارسي آلة البيانو، وبالتالي برضو في فرع تاني يشتق من آلة البيانو هي آلة الأورج، لان مش معظم ابنائنا في البيت عندهم بيانو، فانا بدرس البيانو والاورج لمختلف المراحل العمريه. يعني انا ببدا حضرتك هنا في النادي من 4 سنين الى ما شاء الله بقى، يعني انا عندي هنا دارسين عندهم 70 سنه و74 سنه، عندنا عازفين مهره فوق ال 70 سنه كمان. الموهبه الموسيقيه، والموهبه دي ليها اختبارات بسيطه جدا زي اللي بتتعمل عندنا في كليه التربيه الموسيقيه، اللي بيجي لنا بالثانويه العامه عندنا ما بنقبلوش بالمجموع، لو جايب 95% ما ناخدوش، اهم حاجه عندي اجتياز اختبار القدرات. القدرات دي بيقيس حاجتين، ان يكون عنده السمع كويس والايقاع كويس، عنده تيمبو، عنده ايقاع، اهم حاجه التيمبو، يكون عنده ايقاع كويس ويكون عنده سمع، يعني بيميز النغمات من بعضها. يعني موهبه، هي موهبه فطريه، لو عنده الموهبه، ودي احنا بنقدر هنا نكشف عليها في النادي من خلال المكتبه عندنا ببرامج تقنيه موحده عالميا، يعني انا عندي مقاييس القدرات العالميه بتطبق هنا في طالب النادي، مش اي عضو من اعضاء النادي بيجي يقول لي انا عايز اشترك بيانو بقبله، لازم بنعمل له يعني تيست مدته 3 دقائق، وعشان نقدر يعني نكمل في الطريق الصح نوجهه نقول له روح تنس، روح سباحه، روح اي حاجه ثانيه، روح رياضه، كله كويس، بس المهم انه يكون عنده الاستعداد عشان اقدر اكمل معاه. حاجه عايز الفت نظر اولياء الامور اليها، لان جمهور نادي الاهلي ده جمهوري واهلي. ابنك مش بس بيتميز موسيقيا، لا ده جوانب الشخصيه عنده بتفرق تماما. انا عندي اطفال كان عندهم مش عايز اقول فرط حركه يعني وشغب، اهليهم بيشتكوا منهم لما لعبوا موسيقى، وخصوصا نوعيه الموسيقى اللي انا بختارها لهم بتبقى ايه، لان لازم اختار موسيقى تهدئ من حده توتره ده.
أولياء الأمور جم شكروني أن تصرفات وسلوكيات الأبناء اختلفت تماماً في الحياة العامة. طبعا هي الغذاء الروح الموسيقى طبعا بتفيد الأطفال عندنا من ابتداء من احنا بناخد من ابتداء من 4 سنين بنأسس الطفل من 4 سنين ان هو يبتدي يتعلم الموسيقى وازاي ان هو يقدر ان هو يفرق ما بين ايده اليمين وايده الشمال. طبعا بيبقى فيه فصل الحواس وكل الكلام ده بيفيد لي لان طبعا اللي كانت الرسالة بتاعت الدكتورة بتاعتي كانت بتخاطب النقطة اللي هي بتاعت ان الأطفال المتدربين الموسيقى تبقى امتيازاتهم مختلفة عن الناس او الأطفال اللي مش بتدربوا موسيقى. الأطفال اللي بتدربوا موسيقى بيبقى عندهم القدرة في العلوم الحسابية أكبر بكتير من قدرة الناس اللي ما بتعلموش موسيقى، لأن الموسيقى داخليا بتربي نقطة العلوم الحسابية. فطبعا الموسيقى بشكل عام سواء كانت البيانو أو أي آلة تانية طبعا تبقى مفيدة للطفل بشكل جميل جدا جدا جدا. بشكر طبعا إدارة النادي إن هم بيوفروا لنا طبعا المكان وبيوفروا لنا الآلات ووفروا لنا كل الأمور اللي هي متاحة لأن إحنا نقدر من خلالها نقدر نتعاون مع الأهالي ومع الأطفال إن إحنا ننتج أجيال بتلعب موسيقى كويس، وربنا يوفقنا إن إحنا نكون عند حسن ظنهم. النشاط هنا الهدف منه إن إحنا ننمي الحس الإبداعي، طبعا بيبقى هدفنا إن إحنا نطلع أولا وأخيرا فنان أيا كان الفئة العمرية صغير أو كبير أو كده. والفن مش مجرد كلمة، هي بتبقى ثقافة، بمعنى ان انا بفهمه ازاي ان هو يتعامل مع الخيمة، ازاي ان هو يبقى عنده حس التذوق في الحاجة اللي هو بيشوفها، ازاي يشوفها جميلة، ازاي يفهم طبيعة الالوان ويتعامل معاها ويفهم تدريجات اللون، دراسة بقى كل حاجة شايفها قدامه من الفيجر للحيوانات للطبيعة للطبيعة الصامتة، الالوان بقى بدرجاتها بكل حاجة بتخص الفن من تكنيك وأساليب مختلفة لحد بقى ما يطلع لليفل عالي يعرف ان هو يحط المفردات دي في لوحة ويحط التكوين بتاعه ده ويطلع لوحة ليها قيمة فنية جميلة. اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين معاكم في فقره مهمه جدا وفقره عائله الاهلي. شهد، طبعا احنا متعودين عليكي مع النادي دايما بتكوني متشاركه يا اما في البلاي يا اما في الكمان، هل في المدرسه بتبقي موجوده معاهم بعد النجاحات اللي انت بتحققيها ودايما بتكوني مطمع للمدرسه ان انت تشاركي في اي ايفنت موجود علشان طبعا يستفيدوا بقدراتك وبخبراتك سواء في الكمان او في البلاي، بتشاركي في المدرسه او مع المدرسه ولا لا؟ بشارك. يعني الموضوع بيبقى أكبر ولا أصغر ولا بيبقى إيه الفرق طيب؟ لا هو في الغالب بيبقى على مستوى المدرسة والبيرنتس، بس الموضوع برضو بيبقى حلو. يعني في الأول كنت أول مرة دي كنت خايفة قوي اللي هو هطلع قدام بقى كل البيرنتس دول وناس كتير ما يعرفونيش، وكنت في الأول مش واثقة من نفسي، بس إحنا عشان باند فناس كتير بتسبورت بعض كده زي اللي قلنا في الباليه برضو، إن إحنا وقت الحفلة العدد الكبير ده بيخلينا طالعين مع بعض، مش زي سولو أول مرة مثلا بنبقى خايفين، انما لما نطلع عدد كده الموضوع كان حلو. لغايه بقى لما هم عرفوا اني بعزف بره بقى وشافوا حاجات النادي، وفي صحابي كنت بقول لهم يا جماعه احنا طلعنا على التلفزيون، يا جماعه شوفوا الحفله بتاعتنا نوريهم فيديوز على النت. فلما شافوا كده في المدرسه بقوا مثلا حفلتنا بتاعت السنه دي تاني يوم كان عندنا ساينس فير في المدرسه، فانا اللي هو متاكده اليوم ده هغيب خلاص، يعني احنا خلصنا الحفله وهنريح وكان بعدها امتحانات. فكلمونا قبلها بفتره كده انا واختي الصغيره عشان هي معانا في الباليه، قالوا لي طب ما احنا عايزين نعمل حاجه في اليوم ده والساينس فير لازم تورونا شو، انا عندي حفله انا مش فاضيه اتدرب على حاجه. بس فبعديها اختي بقى هي اللي اصرت بقى، قالت لي انا ماليش دعوه بيكي انت هتعملي حاجات كتيره انا هعمل رقصتي وخلاص، وكانت مصممه. طيب ممكن يا شهد معلش يعني اوفر شويه وقت علشان خاطر عايز اختم معاكي بمقطوع موسيقيه كمان واروح يعني الاستاذه ولاء عشان يعني احنا كنا عارضين استرابه دلوقتي بنقول فيها فتح، بنفكر الناس تاني ان فتح باب الاشتراك في الكورال لفوق 15 سنه تحت المايسترو تحت قياده المايسترو محمد عثمان. عايز اسال حضرتك طبعا يعني اخيرا برضو عشان خاطر نلحق نختم بمقطوع موسيقيه، الأنشطة بشكل عام يعني إزاي ممكن تفيد كيان زي نادي الأهلي وإزاي ممكن تؤثر فيه بالإيجاب طبعا مش بالسلب، وأكيد طبعا
ده زي ما انا قلت في الاول ان هو بيزيد المسؤوليه على حضرتك ان احنا نقدم حاجه محترمه للساده الاعضاء وللنادي الاهلي، وبالتالي اكيد الانشطه المختلفه بتفيد الاعضاء والنادي الاهلي، فازاي ممكن تفيدهم وازاي في نفس الوقت الاعضاء يستمتعوا بالانشطه اللي موجوده دي؟ هي بتفيدهم انها بتبني شخصيه ابنائهم. تمام. واحنا بنشتغل معاهم، الاب والام في البيت ليه دور، واحنا بنشتغل بدورنا جدا جدا بدورنا في النادي، انه احنا بنثقل شخصيتهم في المواهب اللي هم شايفين نفسهم فيها، وبنعلى بيها معاهم لحد ما يوصلوا ان هم ما يبقاش عندهم رهبه ان هم يعرضوا موهبتهم، ان الموهبه بتاعتهم يبقوا متمكنين منها جدا ويوصلوا لمستوى احترافي، مش تكون موهبه وخلاص، لا بيوصلوا لمستوى البروفيشنال. فده بالنسبه لنا هو هدفنا الكبير اللي بنحب ان احنا نحققه لابناء النادي الاهلي، وده بيربطهم بينا دايما، بيبقى الاطفال عندنا او ابناء النادي التينيجرز او الكيدز المفروض لما بيجوا لنا بيرتبطوا بينا ارتباط كامل، يعني بيجوا النادي اهاليهم بيسيبوهم معانا. شاهد فيري فيري اكتف، عايزه تعزف، مستنيه نخلص. اتفضلي حضرتك كملي. ف يعني الاب والام بيرتبطوا بينا وابنائهم كمان، هم بيبقوا فرحانين وفخورين باولادهم لما بيطلعوا ويشوفوهم واصلين للمراحل اللي الولاد بيخرجوا من عندنا بيها، سواء بقى في الميوزك، في الارت، في الباليه، في التمثيل. احنا عندنا التمثيل اول حد حط النواه بتاعته معانا كان دكتور ايمن الشيوي. لازم تنوي عن التمثيل حضرتك، دي نقطه مهمه جدا برضو، زي ما نوينا عن الكورال نوي عن التمثيل، ونعرف الناس او الاعضاء ان في تمثيل داخل المكتبات. أيوة، وفي كورسات، فيا ريت حضرتك تنوي تاني. احنا عندنا اللي بيقدم في فرع مدينه نصر دكتور اسامه فوزي، دكتور في معهد فنون مسرحيه، وحاليا برضو احنا بناخد ويتنج ليست للجزيره ومدينه والشيخ زايد، بحيث ان احنا نكون فريق كبير جدا، فريق مسرحي برضو ننافس بيه ونطلع بيه عروض مسرحيه، وكل الاباء والامهات يشوفوا اولادهم هم بيعرضوا على المسرح، دي بتبقى مبهجه جدا بالنسبه لهم يعني. طب التقديم بتاع التمثيل امتى؟ هل فيه برضو اوقات؟ لا لا ده ملوش، لان اوريدي احنا شغالين في قائم بالفعل يعني. طيب يعني اعتقد ان يعني اتكلمنا في كل حاجه او مش في كل حاجه قوي، بس الحمد لله غطينا كل الامور الخاصه بالمكتبات، والحمد لله حضرتك عرضتي كل الشغل اللي حضرتك يعني بتشتغلي عليه والمجهود الجبار اللي حضرتك بذلتيه في الفتره الاخيره. اكيد الفترات اللي جايه هيكون في ايفنتات اكتر، هيكون في شغل اكتر، هيكون في نجاحات اكتر، هيكون حضرتك موجوده معانا على طول في قناه الاهلي. الاستاذه ولاء رزق يعني بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجود حضرتك مديره مكتبات النادي الاهلي، ان شاء الله مزيد من النجاحات ان شاء الله. ميرسي جدا، ربنا يخلي حضرتك. شاهد هاني بنشكرك مؤقتا لحد طبعا ما اختم مع الساده المشاهدين، وبعد كده ارجع لك لاعيبه الكمان ولاعيبه الباليه في النادي الاهلي والموهبه اللي ان شاء الله ليها مستقبل باهي. طيب خلصت مع حضراتكم فقره عائله الاهلي، انا هختم معاكم، لكن هنختم فقره اليوم وحلقه اليوم بمقطوعه موسيقيه ثانيه لشهد هاني على الحان الاستاذ عمر خيرت، هسيبكم تستمتعوا بيها ونشوفكم ان شاء الله في حلقات من حلقات الاهلي الليله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.